صباح الفل وصباح الورد، ويمكن الواحد جاي محرج شويه لان انا كان عندي ثقه عاليه قوي بقالي اسبوعين، واقول لكم المونديال ده فرنساوي والمونديال ده فرنساوي. بس على كل حال انا مش متضايقه ان مفاجآت، لان من بدايه المونديال ده والمفاجآت نازله علينا بشكل غريب جدا، بدليل ان ناس كتيره كانت متوقعه منتخبات تصعد والمنتخبات دي خرجت، يعني منتخبات عربيه بتشارك كمان للنص النهائي، في حاجات كده غريبه. الماتش امبارح نفسه النهائي كان غريب جدا، انت بتتكلم ان انت لغايه الشوط الاولاني لما خلص انت بتقول ايه الماتش السهل ده، ايه المونديال اللي بيخلص بفوز سهل كده جولين في اول شوط مع الارجنتين، تيجي بعد كده تلاقي سير المباراه اتقلب في الشوط الثاني. مبابي تحس ان هو حد مش من عندنا، حد من الفضاء بجد، جه قلب موازين الشوط الثاني. كل ما تيجي تقول خلاص الارجنتين هي اللي هتكسب تلاقي فرنسا بتعوض. امبارح كان في حاجات مش طبيعيه بجد والله العظيم، بس ماتش ممتع. النهارده انا جايه يمكن لابسه تيشرت الارجنتين رغم ان انا ما كنتش بشجعهم، لكن هم يستحقوا الفوز بمعنى الكلمه، يستحقوا الفوز بصراحه. واللي حصل امبارح، وتاني هرجع اقول يمكن انا مش من عشاق ميسي، بس امبارح ميسي كان ولا اروع بجد. احنا شفنا امبارح نهايه رائعه لمونديال متميز من البدايه كده، وهو اصلا من بدايه المونديال ده تحس اولا من فكره هنا التوقيت غريب جدا بس او جديد جدا، اول مره في العالم يحصل فكره هنا المنتخبات العربيه المشاركه العدد بتاعها الوصول لنص النهائي، يعني لا في حاجه غريبه او في حاجه حلوه. بس نرجع ونقول مونديال كان اكثر من رائع بشهاده ناس كتيره جدا. عايز اقول لحضراتكم كمان تعليقات ناس كتير كانت مشاركه في هذا المونديال من النجوم اللي شاركوا في مونديالات سابقه، قال لك هذا المونديال مختلف وهذا المونديال من اكثر المونديالات او النسخ نجاحا، ده بشهاده انفانتينو نفسه. هنتكلم في كل التفاصيل دي، بس صباح الفل وصباح النصر على الناس اللي كانت مع الارجنتين والناس اللي كانت من عشاق ميسي واللي نامت مبسوطه امبارح. امبارح العالم كله كان بيترقب، امبارح العالم كله كان يعني مقسوم للناس الفرحانه والناس الحزينه، لكن العالم كله كان بيشاهد هذه المباراه اللي برضو هنرجع نقول هي دي لغه كره القدم اللي ما فيهاش خلاف بقى. يعني يمكن احنا لغتنا مختلفه، ثقافتنا عاداتنا كل حاجه مختلفه في العالم، الواننا، لكن الرياضه هي اللي بتجمع. يعني بيقول لك دايما الموسيقى او الميوزك، بس الرياضه اعلى بكتير جدا. فكان مشهد امبارح اكثر من رائع وحدث أكتر من رائع، وهنتكلم عن المشاهد كمان ما بعد الفوز على مدار الحلقة. شفنا مشاهد أكثر يعني من جميلة، خلينا نقولها بهذا الشكل. على كل حال بس خليني في البداية زي ما احنا متعودين ننوه عن الفقرات، بس قبل برضو ما ننوه عن الفقرات أنا بقول لحضراتكم النهاردة هكون معاكم لوحدي، لأن كريم يعني عنده للأسف ظروف يكون معانا بكرة بإذن الله. خلينا نبدأ بقى بالفقرة الأولى، هيكون معانا الأستاذ محمد همام الناقد الرياضي، عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيه. والفقرة الثانية عن رياضة يمكن مش مألوفة لناس كتيرة، حتى لما أنا الإعداد كان بيتكلم معايا فيها يعني قلت له الرياضة دي أنا مش بسمع عنها كتير، أو عارفاها بس مش بسمع عنها كتير، هي اسمها الدوتش بول. دوتش بول إيه بقى الرياضة دي، ودخلت مصر إمتى، وأصلها أصلا منين، كل ده هنتكلم فيه على مدار الفقرة بتاعت يعني الضيوف اللي هيكونوا منورينا فيها. طيب خلينا بقى نبدأ كده ونتكلم عن امبارح. و لا في تفاصيل، في تفاصيل يعني انت بتتكلم لو في تاريخ الارجنتين، الارجنتين البطل للمره الثالثه، بس المره الثالثه من بعيد قوي، يعني هم اخذوها من زمان قوي. انت بتتكلم المره الثالثه بس نسخه اكثر من رائعه بعد مباراه فعلا، يعني زي ما بتقال فيها كده، لا سقف الاحلام فيها عالي وسقف التوقعات فيها عالي على برضو منتخب تقيل، منتخب فرنسا منتخب تقيل جدا. ناس كتيره كانت من بدايه المونديال بتقول لك المونديال ده ممكن يبقى برازيلي ممكن يبقى فرنساوي، يعني كان دي المنتخبات المرشحه الاقرب. فانت بتتكلم عن فرنسا برضو، لا كان في رعب، كان في تنافسيه شديده جدا يعني. بس انا اول مره بصراحه اشوف مباراه في نهائي بطوله عالميه بجد بهذا الجمال. يعني عاده المباريات اللي بتكون زي دي بتكون مقفوله بشكل كبير، لكن انت امبارح ما شفتش اي لعبه مقفول، ده انت شفت تنافسيه، انت شفت سحر بصراحه في كره القدم. يعني ميسي كمان لو هنتكلم عنه بعد اكتر من 16 سنه يا جماعه، 16 سنه من اول ما لبس القميص بتاع منتخب الارجنتين قدر ان هو يحقق الحلم اخيرا بعد 16 سنه. ده ياكد لك ان ما تيأسش، لو انت عندك حلم افضل وراه. يعني مين كان يقول ميسي مش قادر يوصل لحلمه اللي هو ان هو يعني يحصل على اللقب مع الارجنتين؟ ناس كتيره كانت بتنتقده وبتقول لك انت في فرق كبير جدا بينك وبين مارادونا، ومارادونا احسن منك وحاجات زي كده، كان في مقارنات كتيره جدا. لكن
انتهى الامر بايه؟ انتهى الامر ان انت دلوقتي بتتكلم ان ميسي امبارح كان بيبدع في الملعب بجد، بيصنع وبيسجل وقدر يوصل للهدف رقم 7 في وصافه هدافي المونديال، كمان طبعا خلف مبابي الفرنسي اللي برده مبابي ملوش وصف غير ان هو فعلا زي ما اطلق عليه هو لاعب من كوكب تاني، وحصد طبعا الحذاء الذهبي برصيد 8 اهداف وكان منهم هاتريك كمان النهائي، يعني حاجة كانت سحر فعلا. ميسي كمان أول لاعب في تاريخ المونديال بيسجل في كل الأدوار الإقصائية، يعني لو نرجع شوية كده لورا افتكروا معايا أستراليا سجل وهولندا سجل وكرواتيا سجل وأخيرهم فرنسا وسجل، يعني ميسي فعلا أخيرا نقدر نقول هو بيجمع بين البطولتين، سواء بنتكلم عن كوبا أمريكا اللي كان برضو في فترة طويلة كده كان بيندم إن هو أو كان زعلان جدا إن هو ما كانش بيفوز عليها وفاز عليها، وكأس العالم يعني، وبيوفي طبعا هنا لو هنتكلم بالوعد وبيوفي بالعهد للجماهير الارجنتينيه اللي برضو كانت الى حد كبير في بعض الاحيان بتنتقده بشكل برضو لاذع، يعني خلي بالكم ميسي طبعا ارجنتيني لكن هو من هو صغير هو في برشلونه، فالارجنتين مش حاسه قوي بالانتماء مع ميسي، طبعا فخورين بيه بس هو ما كانش بيلعب لاي نادي تقريبا، هو على طول راح على برشلونه، فالنقطه دي برضو كانت عامله جاب شويه، بس ستيل كانوا بيحبوه، ستيل كان عندهم امل فيه كبير جدا، لكن كانوا دايما بينتقدوه على موضوع كاس العالم، هو فين المونديال، هو ليه ميسي مش عارف يحقق اللي مارادونا حققه مع الارجنتين من سنين طويله، فبتهيألي النهارده ده كان الرد لكل الناس اللي كانت عندها تساؤلات بهذا الشكل. يعني هنقول تاني مبروك لمحبي الارجنتين في كل مكان، وطبعا عندنا في مصر ناس كتيره جدا امبارح واحنا بنتفرج كانت مقسومه، يمكن 90% كمان كانوا بيشجعوا الارجنتين، يعني يمكن انا وناس قليله اللي كنا مع فرنسا، لكن امبارح كان في فرحه كبيره جدا مش بس عشان الارجنتين، عشان محبي ميسي زي ما حضراتكم عارفين من العالم كله بالملايين فعلا، يعني لا حاجه كانت جميله، وبرده المشاهد اللي احنا شايفينها والتتويج اعتقد كانت كلها مشاهد حلوه، وفكره برده اللي هو يلبس العبايه الناس قعدت برده تقول لك بس ده عندنا احنا بقى مش بره، يعني بره ما حدش بيتكلم بالطريقه دي، احنا اللي بنتكلم بالطريقه دي، ناس علقت وهو ليه يلبس البتاعه دي، طب هو ده معناه ايه، طب هو دي حاجه حلوه دي حاجه وحشه، يعني هو كده بيتنصر من اصوله، عارف كلام ملوش اي معنى، كلام ملوش اي لازمه، عادي لقطه لطيفه عشان هو معمول في قطر، فالامير بيلبسه العبايه حاجه كرمز كماركتنج للبلد، يعني انا مش شايفه ان كان فيها اي حاجه، بالعكس كانت لقطه حلوه جدا، فلا بجد كان امبارح ماتش اكثر من رائع، حاجه غير متوقعه كمان سير المباراه ابدا، يعني امبارح لو انتوا قبل المباراه كده ترجعوا بكل التحليلات اللي قبل كده الموجوده بتاعت كل الاستوديوهات التحليليه اللي يقول لك سير المباراه بين الارجنتين في النهائي وفرنسا، عمر ما حد كان يتوقع ده، يعني عمر ما حد كان يتوقع سير المباراه بهذا الشكل، فعلا كانت حاجه محترمه. طيب خلينا بقى نتكلم كمان عن ضربات الجزاء، ضربات الجزاء اللي يعني كنا الى حد ما متوقعين ان حارس مرمى الارجنتين مارتينيز ان هو يعني هيكون نجم زي ما بيتقال الشباك، وفعلا قد كان هو نجح فعلا ان هو يصد ضربتين جزاء عشان تقدر ان الارجنتين تفوز على او تفوز باغلى لقب يعني في تاريخها حرفيا زي ما بيتقال كده في اقوى نسخه لكاس العالم، فعلا اقوى نسخه لكاس العالم، كمان بيحصد مارتينيز القفاز الذهبي كافضل حارس في المونديال ويستحقها. تختلف او تتفق معاه برضو في حته او كيفيه الاحتفال اللي هو في بعض اللقطات امبارح ما كانتش الطف حاجه ناس علقت عليها، يعني حتى مش بس في الوطن العربي لان هو احتفل بطريقه غريبه شويه، كان في بعض اللقطات اللي كانت اوفر خلينا نقول يعني، بس بغض النظر عن الحته دي انت برضو بترجع وتقول مارتينيز من افضل حراس المرمى الموجودين بجد في العالم. ميسي كمان بيحصد الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، وحصل كمان لاعب الوسط الأرجنتيني فرنانديز هو عنده 21 سنة يعني اعتقد جايزة افضل لاعب شاب في كاس العالم، يعني بجد شكرا للكرة الجميلة، والنهاردة هنقول حاجة لا شكرا للكرة الجميلة اللي شفناها، ونقول بعض دروس كده احنا خرجنا باكبر دروس مستفادة، وباذن الله جاي يكون حلو بقى في تغيير فكرة خريطة كرة القدم في العالم، يعني خصوصا عندنا تعالوا بقى نتكلم شويه محليا، نتمنى ان يبقى في تغيير بشكل كبير كمان داخليا، وده ملف هيطول الشرح فيه هيطول الكلام فيه، وطبعا ناس كتير امبارح بعد برضو المباراه وبعد انتهاء المونديال قال لك بقى احنا هنرجع للدوري المصري والكره المحليه وقعدوا يتريقوا حاجات زي كده. بص انا معاك يعني انا مع الناس جدا اللي اتكلمت بهذه الطريقه، لكن في نفس الوقت
انا ما بحبش جلد الذات قوي، يعني طبعا في فرق شاسع بين الكره اللي احنا شفناها في المونديال والكره المحليه 100%، لا نختلف، احنا بالعكس متفقين، لكن ما بحبش برضو ان احنا نطلع ونقعد نتريق على نفسنا. ما خلي بال حضراتكم انتم بتتريقوا على الكره المصريه مثلا، هتكلم على الكره المصريه، ما هي بتتريق على نفسنا، وانا ما بحبش ان اتريق على نفسي، اكيد انا عندي مشاكل، اكيد في فرق كبير جدا، اكيد حتى الملاعب مش افضل حاجه، في فرق في حاجات كتيره جدا، لكن في نفس الوقت اللزع او النقد اللاذع ده، ما هو ده بيوصل للعيبه. طب ما دي الروح نفسها المعنويه اللي عندهم بتقل، حتى لو الراجل او اللاعب اللي موجود في اي نادي كان في المنتخب المصري عنده شويه احساس ان هو نفسه يبقى زي الناس اللي هو بيتفرج عليهم دول، او نفسه ينافس بهذا الشكل، اتحمس جدا بعد منتخب المغرب والانجاز اللي حصل، قال لك انا كمان نفسي منتخب بلادي يحقق ده، نفسي احقق ده مع منتخب بلادي. خلي بال حضراتكم المقارنات دايما بتبقى موجوده، المقارنات في اي مجال في العالم دايما بتبقى موجوده بين محلي وعالمي، ده لازم تعمله، اي شخص طموح لازم بيعمل كده، فبلاش ان احنا نقعد برضو ننتقد ونتريق. اه طبعا في فرق، نقول ان احنا نفسنا نبقى في المستوى ده، نقول ان احنا بعد كذا سنه بالشغل من دلوقتي ممكن نبقى في المستوى ده، هي مش بعيده، بس هي عايزه شغل، وعايزه شغل كتير جدا. فهنتكلم في هذا الملف وتطوير طبعا الكره المصريه، لان هي محتاجه كلام كتير جدا، بس خلينا دلوقتي في المونديال، وخلينا نروح للغة الأرقام كمان، بحب لغة الأرقام جدا. وزي ما قلنا المنتخب الأرجنتيني بكده يعني نقدر نقول في التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، وهو توج طبعا بس ده كان من فترة مع المونديال بعد غياب 36 عام، لأن النسخة كانت 86، كانت 86 في المكسيك، وكمان توج بيها في 78، يعني طبعا لا سنين بعيدة، سنين بعيدة قوي، كل السنين دي ما قدرتش الأرجنتين هي تحصل على كأس العالم، يعني رغم كل الاسماء اللي بتبقى عندها، رغم التاريخ اللي عندها، بس دايما يتقال لك برضو الارجنتين منتخب الـ 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 النجم الاوحد، هي دايما بيتقال على الارجنتين كده، فربما ده كان السبب، ما اعرفش يعني، ما حدش عارف، بس الارجنتين بصراحه امبارح تستحق اللقب، خلينا نقولها. على كل حال نقدر كمان نقول ان نسخه مونديال قطر 2022 تحديدا لو هنتكلم عنها هي حطمت الرقم القياسي التهديفي ده بقى بلغه الارقام، كنت زي ما كنت بتكلم. طيب ليه؟ انت عندك 172 هدف تحديدا بعد ما تخطت نسخه 98 و2014 اللي كانوا برصيد 171 هدف، فانت معدي بهدف. طيب نسخه كمان كاس العالم 2022 بتتكلم هي النسخه الثالثه اللي بتحسم الفوز بركلات الترجيح، ده كانت حصلت في 94 لو حضراتكم فاكرين، اللي كانت في امريكا، وبعد فوز البرازيل على ايطاليا كان بنتيجه 3-2 بعد التعادل السلبي، 2006 كان لو انا مش غلطانه لصالح ايطاليا على حساب فرنسا كان بنتيجه تقريبا 5-3، كان بعد التعادل الايجابي كان 1-1. فانت عندك برضو حاجات او ريكورد جديده انت بتحققها، فالمونديال ده بجد مونديال استثنائي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. انا بس برضو علشان نروح نشوف العالم بيتكلم ازاي والدنيا حوالينا بتقول ايه، حبيت برضو انا انزل كده مع الفريق الاعداد لحضراتكم بعض الصحف اللي اتكلمت عن الحدث امبارح. خلينا نبدا بيه، انا معايا ورق كتير قوي على فكره، برضو معرفش مين فيكم شاف التويته بتاعت جورجينا مرات كريستيانو رونالدو او صاحبه كريستيانو رونالدو، يعني طبعا هي ارجنتينيه بغض النظر ان هي مرات او صاحبه يعني كريستيانو رونالدو والبرتغال، بس طبعا في الاول في الاخر هي اكيد هتشجع منتخب بلدها، فهي كانت عملت تويته امبارح برضو عجبتني، قال لك هيا بنا يا ارجنتين، حط علم الارجنتين ويعني قلوب وبتاع، فهي اكيد مفهوم جدا ان هي تكون بتشجع طبعا بلدها. طيب انا مش لاقيه الصحافه بصراحه، لا اهي لقيتها تقريبا، لقيتها. خلينا نبدا مع بعض بصحيفه المونديو دي اسبانيه، هي قالت كده تحديدا، قالت عقب فوز ميسي بلقب كاس العالم النقاش منتهي بان النجم الارجنتيني هو الافضل في كل العصور، وذلك بعد ان نجح في الفوز بكاس العالم. انا بقرا لحضراتكم سريعا الترجمه يعني. طيب شبكة ESPN العالمية برضو محتوى كلامها يعني بتقول ميسي على طريقة الشخصيات الخيالية، النجم الأرجنتيني يمكنه من هذه اللحظة الاستراحة والنظر إلى شروق الشمس من مكانه الخاص بعد أن حصل على لقب المونديال. صحيفة ماركا الإسبانية دي من أكبر الصحف في أسبانيا بالمناسبة، استغلت برضو اللي حصل وقالت لك
وضع كاس العالم في منتصف الشعار، وذلك في احتفالهم يعني شعار الارجنتين كده، استغلوا الشعار ده وحطوه او حطوا كاس العالم في منتصف الشعار، وده الاحتفال طبعا من جانبهم بفوز الارجنتين. صحيفه لو كاب الفرنسيه قالت او وثقت لحظه خساره منتخب فرنسا على الجمهور طبعا الفرنسي، قالت كده بعد ما فشل الحصول على لقب كاس العالم للمره الثانيه على التوالي عقب الخساره بركلات الترجيح. صحيفة تي ان تي هنأت الصحيفة البرازيلية ميسي على فوزه بلقب كأس العالم في قطر، وده بعد أن قالت صاحب النظرة الثاقبة بيقود بلاده لجلب المونديال وإعادته. في بقى صحف أرجنتينية برضو ممكن نروح كده ناخد جولة حول العالم. الأرجنتين في صحيفة اسمها كلارين بتقول الأرجنتين بتحصل على النجمة الثالثة في كأس العالم. عندك برضو صحيفة أوليه، صحيفه اوليه بتقول نحن ابطال العالم. عندك برضو صحيفه تي ان تي سبورتس بركلات الترجيح منتخب الارجنتين بطل العالم. وممكن برضو ناخد من صحيفه لانسيون بتتكلم عن بطل العالم هو الارجنتين. يعني ناس عايزه اقول لكم كانت سعيده، وفي كمان معايا بعض التويتات وحاجات من فيسبوك والتعليقات هنروح لها دلوقتي ونشوف الناس قالت ايه حول العالم. يعني الناس ازاي عبرت عن فرحهم او فرحتهم، وازاي على الصعيد التاني او الشق التاني الناس عبرت عن حزنها، الناس اللي كانت بتشجع يعني فرنسا. على كل حال كل ده، بس خلينا الاول نروح لزميلنا العزيز احمد عويز الناقد الرياضي، هو لسه موجود او متواجد في الدوحه، لان امبارح بقى احنا محتاجين نعرف الاجواء قبل المباراه اثناء المباراه وبعد المباراه والتتويج، ايه الاخبار، ايه اللي حصل. يا عويز بونجور عليك ومبروك. انا مش عارفه انت كنت مع الارجنتين ولا فرنسا في الاول، انت كنت بتشجع مين؟ كوكب الارض كله كان بيشجع الارجنتين امبارح الا انا تقريبا، الا انا انت الوحيده في كوكب الارض اللي ما واثنين ثلاثه كمان سعيد يعني مبروك. انه حتى ديدي دي شامب قال، انا قلت لك امبارح لما دخلت معاك انت وكريم، انه ديدي دي شامب قال ان بعض الفرنسيين عايزين الارجنتين تكسب، والحقيقه انه فرحه الكوكب الارض بفوز ميسي بكاس العالم وختام تاريخه الكروي الحافل بكاس العالم كان فرحه للعالم كله الحقيقه، لانه لعيب يستحق انه يختم تاريخه بالحصول على كاس العالم. هو زي ما بيقولوا كده قفل اللعبه، عمل كل حاجه في الكوره، فكان يستحق النهايه دي. ولكن الحقيقه هو المباراه كانت قبل المباراه كان في ترقب كبير، حضور جماهيري كبير جدا. طبعا الاكثر كان جمهور الارجنتين اللي هو من وجهه نظري اللاعب رقم واحد في البطوله واللي ادى البطوله طعم. انت متخيله انه 40,000 جايين من الارجنتين الهواندا قاعدين في مكان عاملين زي مدينه كده ليهم مقيمين فيها وموجودين من اول يوم في البطوله لحد اخر يوم، 30 يوم موجودين ومنقولين مسافه كبيره جدا من السفر وقاعدين ورا فرقتهم، والحقيقه هم بطل من ابطال البطوله. في اثناء المباراه طبعا الماتش راح وجي وراح وجي، محدش كان متوقع خالص هذا السيناريو. لما نقول انه في اثنين لعيبه دخلوا المباراه وهم بيصارعوا بعض على هداف البطوله، الاثنين جايبين 5 اهداف، فتنتهي المباراه واحد جايب 8 والثاني جايب 7، لا ده نهائي هو الاجمل في التاريخ باعتراف كل الناس، والحقيقه البطوله كانت تستحق هذا النهائي. بمراحلها كلها وبخط سيرها من اول بطوله لحد مباراه الامس، هي لازم النهائي يبقى كده، يعني لازم النهائي يبقى شكله كده، اللي هو يبقى الناس خارجه بتقول ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ وزي ما الناس كانت بتنتقد البطوله واقامتها في قطر من 12، احنا قعدنا 12 سنه في هجوم شديد على قطر، هنقعد بقى 12 سنه تاني الناس بتشيد بكاس كل ما يجي كاس عالم تاني. نقطه مهمه قوي بصراحه يا عويس بجد. يمكن كمان انفانتينو كان ليه تصريح قال لك ان دي من افضل النسخ اللي اتعملت، رغم كل التحديات، رغم الانتقال بتاع التوقيت، رغم الناس اللي كانت بتهاجم، رغم الناس اللي قالت لك وقللت من موضوع ان دوله عربيه تحظى بالفرصه دي، كل الناس كانت معظمها مش متخيله ان المونديال ده بصراحه هيطلع بهذه الاحترافيه، خلينا نقولها بهذا الشكل. فأنا دايما بحب الرد اللي يكون على الأرض يا عويس، يعني قطر ردت على الأرض، قطر ما كانتش بترد على أي انتقاد بيجي، ردت على الأرض إن هي أبهرت كل الناس وأسكتتهم، خلينا نقولها بهذا الشكل. يعني من قبل افتتاح البطولة بيومين البيان اللي طلع من الفيفا ومن اللجنة المنظمة القطرية
احترام تقاليدنا واحترام ارضنا، والبطوله هتمشي زي ما احنا عايزين. من اول لحظه بان وظهر انه قطر هتعمل حاجه عظيمه. مع مرور الوقت والبطوله بتمشي، كل ده بدا يتحقق يوم ورا التاني لحد ما شفنا امبارح النهائي العظيم ده. والحقيقه كمان اللجنه المنظمه عملت حاجه لطيفه جدا، ان هي عملت اتوبيس مكشوف للمنتخب الارجنتيني مشي في شوارع الدوحه امبارح، احتفلوا واحنا ما شفناش ده قبل كده. يعني انا ما شفتش ده قبل كده في اي كاس عالم، ان الدوله المنظمه تعمل اتوبيس مكشوف لفريق فائز بالبطوله يلف بيه ويحتفل بيه مع جمهوره. طبعا الحقيقه ما سابوش اي حاجه للصدفه، والحقيقه انه مونديال مبهر جدا جدا على كل المستويات، على مستوى الكوره، على مستوى التنظيم، وعلى مستوى المتعه، وعلى مستوى حضور الجماهيري، كل المستويات الحقيقه يعني يعني مش لاقيين غلطه، يعني عمالين ان هم بيدوروا على غلطه. فالصحافه بتقول، الصحافه الانجليزيه بدات تقول اصل الدشت العربي اللي لبسه ميسي دارع على الشعار المنتخب، والحقيقه ده كان اطفاء لمسه عربيه خليجيه على النهائي وعلى الكاس، حقيقه لفته رائعه. وبتقول ان البطوله، لا البطوله دي عندنا، البطوله عربيه وهتمشي عربيه، حتى لحظات تسليم الكاس هتبقى بلمسه عربيه. والحقيقه ناس يعني كل الناس اللي اتكلمت معاهم نجوم كوره قدامى اوروبيين ولاتين، صحفيين اعلاميين، حقيقه مبهورين تماما، ومحدش هينسى قطر. وزي ما بقول لك يا نهوان، هنقعد كل ما يجي كاس عالم الناس تبدا تقول شفتوا قطر عملت ايه، شفتوا قطر عملت على فكره دي حقيقه، دي حقيقه بصراحه. وهيقارنوا، وفي امريكا ان شاء الله النسخه القادمه زي ما اتقال قبل كده حطوا بريشر على امريكا هي والدول اللي هتنظم معاها، يعني ان هم يطلعوا نسخه بهذا الشكل. فدي بريشر تاني، او ده بريشر تاني خالص. انت متخيله انا هوند، احنا في كاس العالم هنا في قطر كنت بركب المترو 4 محطات اتنقل من ملعب لملعب. احنا ان شاء الله ان شاء الله بعد 4 سنين عشان نروح من ماتش لماتش في امريكا او المكسيك او كندا، ممكن نسافر 7 8 ساعات بالطياره جوه الولايات المتحده الامريكيه، صح، عشان نحضر من ماتش لماتش. فالحقيقه فكره المساحه الضيقه اللي كانوا بيراهنوا ان هي تبقى عامل فشل بتنظيم البطوله بقت هي اجمل ما في البطوله. صح. فكره حضور المباريات الكتير جدا مزبوط. لكل الناس خلى كل الناس مبهوره ومبسوطه، وفكره المساحه الضيقه من الارض خلت كل الناس جنب بعض، خلقت حاله من الالفه والتفاعل. يعني في مثلا في روسيا كان في 11 مدينه و12 ملعب، قاره كامله بتنظم البطوله. فالمنتخبات اللي بتلعب في البلد دي جمهورها موجود هنا، المنتخبات اللي بتلعب هنا، احنا الجمهور 32 منتخب موجودين. يعني يعني لما خرج المنتخب القطري الدوله المنظمه 31 منتخب جماهيرهم كلهم موجودين في الدوحه. فيعني انت متخيله انه الناس بتتحرك مع بعض في المترو، بتروح بترجع مع بعض في المترو بعد الماتشات، وهم رايحين بالليل يسهروا او يحضروا امسيات بالليل، كله جنب بعضه، كله بيتحرك مع بعضه. فعملت حاله من التفاعل. يعني انا فاهمه قصدك، انا فاهمه قصدك. بيبقى في كمان فكره هنا انتقال الثقافات او تنقل الثقافات بشكل بالزبط. سلس جدا، بدل انت ممكن تكون لفيت العالم كله كفكره تعرف على ثقافتهم من نفس المكان اللي انت فيه. فهي دي البوينت، او هي دي المغزى اللي بيبقى برضو من ورا تنظيم محترم او محترم او محترف. يعني ده فعلا شفناه او لمسناه من كذا حد كان حاضر هناك كمان في الدوحه، يعني كاس العالم. كنت عايز تحكي عن موقف حصل، اتفضل يا عويس. في موقف حصل مثلا في مباراه المغرب وكرواتيا ماتش الثالث والرابع، شاب لبناني خطب صديقته اللبنانيه في المدرجات، يعني حاجه حتى مكان ممتاز برضو. ايه يعني ولبناني، يعني مش مغاربه ولا كروات، لا دول لبنانيين. فالحقيقه حاجات لطيفه بتحصل. وانا قلت لكم امبارح انه مارتينيز الحارس الارجنتيني قال في المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراه ان هو جاهز لضربات الجزاء، وتقريبا هو كان عارف ان ده هيحصل، كان قرا السيناريو، فهو كان بطل زيه زي ميسي بالظبط المباراه. الحقيقه يعني في كلام كتير جدا يتقال عن البطوله، فيعني لو عندك حاجه تسالي. انا عندي حاجه غريبه بقى، انا عايزه اروح معاك لحاجه غريبه. لو هنرجع شويه بالتاريخ، رونالدينيو مثلا راح باريس سان جيرمان 2001، انا جايبه بالارقام، فاز بكاس العالم 2002 مع البرازيل،
مبابي راح باريس، راح لباريس يعني او نادي باريسي كان عام 2017، فاز بكاس العالم 2018 مع فرنسا. ميسي راح لباريس سان جيرمان برضو 2021 وفاز مع الارجنتين 2022. في حاجه معينه في باريس سان جيرمان يعني خلينا نفهم. طب خلاص احنا ان شاء الله نقنع محمد صلاح يعني باريس سان جيرمان سنه 2025 بجد والله، يعني بعدها بسنه، يعني كل اللي انا قلته ده دلوقتي اللاعب ينتقل بعدها بسنه بيتوج بكاس العالم مع المنتخب بتاعه، فواضح ان في حاجه بقى. هي مفارقه لطيفه والارقام يعني الارجنتين لعبت مع ميسي نهائيين كاس عالم فازت بواحد وخسرت واحد، فرنسا لعبت نهائيين كاس عالم مع امبابيك فازت بواحد وخسرت واحد. الارقام كتيره، الارقام مبهره في البطوله، الارقام الجماهير. طبعا ممكن يكون باريس عنده سحر معين، فاحنا ان شاء الله نقنع صلاح انه يروح يمكن ناخد كاس العالم 2026. والله يا ريت. طب عويس انا عايز اروح معاك برضو بعض المشاهد اللي كانت حلوه هناك، لان خلي بالك مهما الكاميرات نقلت برضو مش زي الناس اللي تكون متواجده. يعني فكره هنا اولا بعد خساره فرنسا، انت كلنا شفنا المشهد، الاستاد هناك مش زي ما بيبقى فريق وفريق، لا الناس من الارجنتين على فرنساويين، يعني المدرج الواحد ممكن تلاقي ده واحد وواحد. فازاي بعد ما الارجنتين فازت يعني دول بيفرحوا واللي جنبهم زعلانين، ازاي كانت اللقطه دي بالظبط؟ تاني حاجة عايزة أروح برضو معاك لفكرة هنا فرح الديباني، وهي طبعا السوبرانو المصرية اللي كانت بتقول النشيد الفرنسي بطبعا شكل محترف جدا، أنا سعيدة بيها، كانت لقطة برضو عجبتني بصراحة. فخليني أعرف منك كده، ولو في لقطات تانية برضو لو عايز تحكي لنا عنها. هو الحكم لما أنهى المباراة الفرقتين جمهورهم كان بيحتفل، الجمهور الفرنسي بيحتفل بفريقه اللي قدر يوصل للنهائي للسنه الثانيه للبطوله الثانيه على التوالي، فضل في المدرج وحيا لعيبته. الجمهور الارجنتيني بيحتفل بالبطوله، حيا امبابي لما طلع خد جائزه الهداف. هي دي الكوره على فكره، صح. الكوره في العالم كله مكسب وخساره، عندنا احنا مكسب بس، يعني البلد الوحيده اللي الكوره فيها مكسب بس هي مصر. العالم كله مكسب وخساره، الجمهور الاثنين قعدوا. لو شفتي مشهد المدرجات ما فضيتش غير لما كل مشاهد التتويج خلصت وانتهت. طبعا احنا كان عندنا مشهدين مصريين امبارح، فرح الديباني اللي غنت نشيد المنتخب الفرنسي، ويجز اللي غنى ما بين الشوطين الاغنيه بتاعت عز العرب. الحقيقه دي قوه ناعمه، يعني قوتنا الناعمه طول الوقت يا جماعه، قوتنا الناعمة هي اللي العرب كلها بيحبوها. احنا طول الوقت بننسى ان عندنا قوة ناعمة، الفن والاعلام والكورة هم طريقنا طول الوقت لاحتلال قلوب العرب. انت مش متخيل، يعني اكيد انت سافرت كتير يا هوان وبتشوف الناس بتتعامل معانا ازاي، وبتشوف حبهم لاعلامنا وحبهم لتلفزيوننا والدراما والفن والاغاني. احنا يعني لازم ناخد بالنا انه ده طول الوقت طريقنا للسيطره، ثقافتنا طول الوقت هي اللي مسيطره. يعني ما بتلاقيش مثلا مصري بيتكلم مغربي او بيتكلم تونسي. انا اصلا ما بفهمش قوي اللهجات العربيه المختلفه، بس المصري يمكن اكتر لهجه فعلا واصله للوطن العربي كله، لان هي لغه السينما والفن زي ما انت قلت كده، يعني اللي هي قول نعمه اللي هي واصله للعالم العربي كله بصراحه، دي حقيقه بالظبط. لما انت ممكن تلاقي مغربي بيتكلم مصري، تلاقي سعودي بيتكلم مصري وبيحبوا لهجتنا وبيتكلموها لان هي مسيطره واصله. فالحقيقه احنا انا مش عارف ليه احنا طول الوقت بنتعامل مع الامر ده انه حاجه يعني ده يعني عندي تحفظات كتير مع تعامل يعني الناس مع الكوره والسينما والفن. يعني كلنا شفنا قطر في بطوله كاس العالم وصلت لفين. يعني قطر ما قبل كاس العالم حاجه وما بعد كاس العالم حاجه. الناس بقى تقول صرفوا 220 مليار ويوي، صرفوا 220 مليار وبنوا بلد من اول وجديد. صح، ومش بس بنوا بلد اللي هي قطر يا عويس، اسمح لي هنا انا هضيف شويه. انت في بعض الناس والاجانب، حتى احنا لما كنا نتعامل مع بعض الاجانب من دول مختلفه، مش دول يعني ممكن مش لازم فرنسا او امريكا وكده، بعض الدول الاخرى ما بيبقوش قوي عارفين على فكره عن بعض الدول العربيه. ففكره هنا ان انت بتوصل للعالم كله ادي دوله من الدول العربيه وربما تكون يعني اصغرهم كمان سواء شعبا او مساحه، بس انت بتتكلم شوف هي عامله ازاي ومقدمه ايه، فانت سلطت
الضوء مش بس على قطر، انت سلطت الضوء على المنطقه بتاعتنا كلها لبعض الناس اللي هي عندها جهل بالمنطقه بتاعتنا، فدي في حد ذاتها ماركتينج للمنطقه العربيه كلها مش بس القطر ده، يعني الموضوع ممتد ما بعد قطر، دي ده نجاح كبير للعرب كلهم، انا بشوف كده بصراحه. اللي عملته قطر في كاس العالم هو بي ار للمنطقه العربيه، نقلها 20 سنه قدام. يعني انت لو الدراما الامريكيه لحد فتره قريبه كانت بتتعامل مع منطقه الخليج والمنطقه العربيه ان احنا لسه بجمال وصحراء. صح. فالحقيقه صح. يعني اللي حصل ده نقله، اللي جي لانه كل اللي حضر وجي المليون ونص مواطن اجنبي اللي جم ودخلوا قطر هيرجعوا ينقلوا كل اللي شافوه واللي حصل في البطوله، هينقلوا له شعوبهم وهينقلوا له وسائل الاعلام. في 7000 صحفي جم حضروا البطوله، ال 7000 صحفي دول هيبقوا ليهم انتشار واسع، يعني انتصارات على الارض كبيره جدا لدوله قطر وللعرب من البطوله. يعني اتمنى استغلالها، واتمنى ان احنا ما نقفش، ونتمنى ان في مصر عندنا نفكر يعني من النقطه دي، لانه الحقيقه كاس العالم ما فادتش قطر بس، يا فادت المنطقه العربيه كلها. بالظبط كده، بالظبط. اويس انا بتفق معاك جدا، وعندي كلام كتير ونقاط كتيره، بس انا هوفر او هحوش كل ده ان شاء الله ليوم الاربعاء، هيكون معانا زميلنا العزيز الناقد الرياضي الكبير احمد عويس بعد ما يعود بالسلامه من الدوحه باذن الله، فقره اعتقد تكون مهمه لحضراتكم كلكم تتابعونا. شكرا ليك جدا يا احمد، وترجع لنا بالف سلامه ان شاء الله. كلام جميل، وعارف كده لما تبقى حاجه تمت وتقول عليها تمت بنجاح، المونديال ده فعلا اتقال عليه تم بنجاح. بس على كل حال انا قبل بس ما اروح لدرجات الحراره، عشان حابه برضو نروح ناخد جوله سريعا جدا من تويتر وفيسبوك. هنا نبدا بتويتر نشوف الناس قالت ايه برضو. يعني عندك هنا لا الموضوع اصله طويل قوي، ناخد احسن درجات الحراره الاول. طيب خلينا ناخد درجات الحرارة سريعا وبعد كده نرجع نشوف العالم برضو قال ايه من خلال التويتات المختلفة والفيسبوك كومنتس والحاجات اللي زي كده، عشان الناس فعلا فعلا مبسوطة. نروح على طول نشوف درجات الحرارة ونرجع نكمل. زي ما دكتور منار غانم كانت قالت لنا، يعني الفترة اللي جاية هتشهد انخفاض إلى حد ما في درجات الحرارة، يمكن يوم 21 تحديدا هذا الأسبوع هيبقى بداية رسمية لفصل الشتاء، وبالتالي هيبقى في تغير أو انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فنخلي بالنا برضو الفترة اللي جاية حتى ولو كان الصبح شوية في درجات يعني مرتفعة أو الجو دافي. تعالوا بقى نروح سريعا نشوف الناس برضو قالت إيه. إن يلا كورة عندك كتب، هل تعلم ان ميسي حقق كل الكؤوس اللي شارك فيها الا كاس واحد، هي كاس فرنسا. في الجول بيقول لك لحظه تنصيب الملك على عرش كره القدم، وفعلا كانت لحظه تنصيب الملك بصراحه. تانيا هرجع اقف شويه عند النقطه دي، النقطه دي او اللقطه دي عجبتني قوي، انا اللقطه دي عجبتني جدا، دي فيها يعني بي ار وفيها ماركتنج اندايركت بشكل كبير. وعلى فكره اللقطه دي لو كانت، انا هقول لكم لان انا قريت التعليق ده امبارح وبصراحه انا متفقه معاه، لو كان محمد صلاح اللي مكان ميسي، شوف بقى حضراتكم كنا احنا طلعنا قعدنا ننتقد ازاي، هو بيتنصر من مصريته، هو بيعمل كده ليه، هو يعني عايز يقول ايه، لا راس المال اللي بيلعب دور، كل الكلام والنقد اللي ملوش اي معنى اللي احنا بنلاقيه، وكان احنا ما بنعرفش نفرح، وكان احنا كل حاجه لازم يبقى ليها تفسير، وكان كل حاجه لازم يبقى ليها اجنده. لقطه جميله، الراجل المونديال معمول في قطر دولة عربية وده الزي بتاعهم، والراجل فاز بلقب يعني المونديال وهو كابتن الفريق، فبيستلم الكاس والأمير وراه، فالأمير بيهديه هدية لبسها احتراما، لبسها ذوقيا، لبسها أي شكل أي سبب إن كان، بس لقطة حلوة العالم كله شافها، ففين المشكلة بقى؟ أنا بقول لحضراتكم بجد، يعني لو كانت اللقطة دي للاعب مصري الدنيا كانت اتقلبت، يعني ما بنعرفش نفرح والله. في لازم كده يبقى في تشكيك في كل حاجة، لازم يعني في حاجات بتحصل في حياتنا بجد مالهاش تفسير، يعني ممكن تبقى لقطة كده حاجة جد تلقائي عادي ما فيهاش حاجة، ما حدش انتقد على فكرة ميسي في العالم، يعني ممكن يبقى عندنا احنا اللي بعض الناس قالت لك هو ليه ده حصل؟ هو ليه لبس ده؟ ما كانش ليها لازمة؟ هتلاقي كلها تعليقات عربية، يعني الله اعلم ايه اللي بيحصل بصراحه. في الجول تاني
بيقول لك رسميا النسخه الحاليه من كاس العالم هي اكثر نسخه شهدت اهدافا برصيد 172 هدف. ويمكن انا اتكلمت مع حضراتكم في النقطه دي تحديدا. طيب فيفا وورلد كاب قالت ذا بيبلز تشامبيون ليونيل ميسي تيكس ذا تروفي تو ذا فانز. زي ما حضراتكم شايفين هو لحظه هنا حصوله على التروفي وبيهديه للعالم او بيهديه لكل الجماهير اللي كانت موجوده اللي كانت بالملايين سواء موجوده في الاستاد او موجوده يعني عبر الشاشات في العالم كله بالمليارات مش بس بالملايين يعني. طيب كلامنا لسه مخلص والحلقه اكيد لسه فيها كلام كتير جدا. هنروح فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. من التعليقات اللذيذه اللي قريتها دلوقتي في الفاصل يعني بحب دايما اشوف ايه اللي بيحصل يعني الناس بتقول ايه. حد بعد دلوقتي على الصفحه بتاعتنا على تويتر بيقول لك ايه استاذه نهاوند وانت مش كنت قلتي المونديال ده فرنسي وكنت بتشجعي فرنسا طب تلعب تيشرت الارجنتين ليه؟ وكان كنت متوقعه عامه هيبقى في تعليقات بعد الحلقه على ده بس هو في الاول وفي الاخر يعني لا انا ارجنتينيه ولا انا فرنسويه. احنا مصريين فلو انا بشجع ده او ده مش مشكله يعني زي ما بتقول هي مش من بقيه اهلي يعني في فرنسا يعني انا بحب فرنسا اكتر بسافرها كتير بحبها لكن عادي يعني ارجنتين كسبت لو فرنسا كانت كسبت كنت محضره تيشرت فرنسا برضو بس عادي في الاول وفي الاخر كره قدم انا كان نفسي يمكن فرنسا تكسب ما حصلش مش مشكله فعادي طالعه بالتيشرت بتاعت الارجنتين ما هطلع بايه هلبس يعني منتخب مين عادي يعني كلها كره قدم في الاول وفي الاخر. وتاني هرجع اقول المشهد امبارح لو احنا بنتفرج وفي اي مكان حد كان بيتفرج يعني مش في البيت هتلاقي المصريين كانوا مقسومين يعني تحس ان ده مثلا ليهم اصول ارجنتينيه وده مثلا حد من اهله فرنسويين لان كان في حماس غير عادي امبارح يعني اول مره اشوف مباراه بجد بغض النظر عن المغرب لان المغرب لما كانت بتلعب احنا كنا بنشجع كان بجد مصر هي اللي بتلعب لكن في اي منتخب تاني كان عادي بيبقى في فرحه عاديه بعد الماتشات بتاع انا اتفرجت كتير على ماتشات يعني للكاس العالم في الخارج مش في البيت او بره يعني فاول مباراه فعلا احس ان الناس اللي قاعده جنبنا هنا مثلا لو بيشجعوا الارجنتين كان مثلا مامته ارجنتينيه ابنه ارجنتيني كان في عنف في التشجيع غريب جدا. فبس على كل حال احنا استمتعنا بالمونديال استمتعنا بالكره اللي شفناها وكل واحد بعد كده بيقول نفسي المنتخب بتاعي يعني يبقى قريب حتى في المستوى من اداء المنتخبات اللي احنا شفناها في المونديال. على كل حال خلينا نتابع زي ما احنا متعودين كل يوم اخبار النادي الاهلي وطبعا فرقه المختلفه وهتكون معانا هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره تحديدا وهي موجوده دلوقتي معانا مباشره. يعني هنا بونجور ومش عارفه انت كنت بتشجعي بقى الارجنتين ولا فرنسا قولي لنا واتفرجتي على الماتش فين والاجواء عندك ايه واحتفلتي ازاي. صباح الفل اتفضلي. صباح الخير عليكي انا هوندو وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني انا الحقيقه كنت بشجع ارجنتين عشان ليونيل ميسي عشان ممكن دي تكون اخر مشاركه ليه فالحقيقه كنت عايزاه يفوز بقى عشان يكون حصل على جميع الالقاب وده اللي حصل في نهايه المباراه. خلوني بقى انقل لكم دلوقتي اخبار الفرق الرياضيه المختلفه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وخلينا في البدايه نبدا بالفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق هيواصل تدريباته هيكون عنده تدريب الساعه 12 الظهر وبعد انتهاء التدريب مباشره غادر لاسكندريه استعدادا بقى لمباراه غدا اللي هتكون امام فريق فاركو. مباراه طبعا دي ضمن منافسات الجوله الثامنه من بطوله الدوري. بنتمنى لفريقنا كل التوفيق ان شاء الله بقى يقدروا يقتنصوا 3 نقاط جداد في بطوله الدوري. كمان يا نهاوند بقى خليني اقول لك انه الفريق كان استأنف تدريباته امس بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعه كان منحها الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر. يعني خلوني اكلمكم اكتر عن مران امس. كالعاده مستر مارسيل كولر كان حريص على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران. المران كان مبني على بعض التدريبات الفنية وأخرى البدنية وكمان بقى قبل انتهاء المران تم تقسيم الفريق لثلاث فرق ولعبوا تقسيمة مصغرة كل ده طبعا استعدادا لمباراة غدا. كمان بقى في خبر صار لجميع الأهلاوية وهو أن اللاعب المالي اليو ديانج شارك أمس في المران الجماعي بشكل طبيعي وخلاص بقى اللاعب أصبح جاهز للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي عشان بقى يدعم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة. كمان على هامش المران كمل او استكمل اللاعب طاهر محمد طاهر برنامجه التاهيلي يعني هو بدا في المرحله الثانيه. امس يمكن خاض بعض التدريبات البدنيه في صاله الجيم وكمان بدا في الجري حول الملعب يعني طبعا بنتمنى له بقى الشفاء العاجل وان شاء الله قريبا جدا يرجع ينضم لتدريبات الفريق ويدعم صفوف الفريق. ده فيما يخص اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للالعاب الاخرى ونبدا بلعبه كره اليد وملكات كره اليد. اليد بيت...
توجنا ببطوله الكويت الوديه. طبعا البطوله كانت بتقام في الكويت، ده بعد فوزهم على فريق سلوى الكويتي امس بنتيجه 46-14. يعني الحقيقه ان هم عملوا بطوله كبيره جدا بالرغم ان هي بطوله وديه، لكن كنا بنشوفهم بيفوزوا في جميع المباريات بفرق سكور كبير. يعني على منتخب عمان فازوا بنتيجه 54-10 على فريق فتاه العيون الكويتي، قدروا يفوزوا بنتيجه 62-14، وعلى فريق البحرين البحريني قدروا يفوزوا بنتيجه 79-8. وزي ما قلت امس كانت اخر مباراه قدروا يفوزوا على سلوى الكويتي بنتيجه 46-14. طبعا دي بقى هتكون كانت فتره اعداد للفتره القادمه لفتيات كره اليد، عندهم مباراه مهمه جدا يعني يوم 21/12 امام فريق الشمس في ربع نهائي بطوله كاس مصر. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله بقى يظهروا بنفس المظهر اللي الحقيقه شرفوا بيه مصر وظهروا فيه في بطوله الكويت. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة وسيدات كرة الطايرة. النهاردة عندهم مباراة أمام فريق 6 أكتوبر، ده ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري. يعني طبعا إن شاء الله يقدروا يفوزوا في مباراة النهاردة. آخر مباراة ليهم كانت أمام فريق الاتحاد السكندري وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 3-0. إن شاء الله بقى كمان النهاردة يقدروا يفوزوا على فريق 6 أكتوبر. أما عن رجال كرة الطايرة فهم بيواصلوا استعداداتهم للمرحلة المقبلة. طبعا هيبدأوا بقى المرحلة الأولى من بطولة الدوري، أول مباراة ليهم هتكون يوم 24/12 هتكون أمام فريق إيسترن كومباني. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ويظهروا طبعا بمظهر بيليق باسم نادي الأهلي زي ما عودونا دايما رجال الماسترز رجال كرة الطائرة بنادي الأهلي. واستكمالا الحديث عن الالعاب الاخرى خلونا دلوقتي ننتقل بقى للعبه كره السله ورجال كره السله. النهارده هيكون عندهم ثاني مبارياتهم امام فريق الزهور. طبعا الدور ده بيلعب بنظام بيست اوف 3. هم فازوا في المباراه الاولى بنتيجه 92-48. ان شاء الله بقى لو فازوا في مباراه النهارده يتاهلوا مباشره لدور الثمانيه من البطوله. عندنا طبعا ثقه كبيره جدا فيهم، ان شاء الله بقى يقدروا يفوزوا في المباراه النهارده وما يضطروش ان هم يلعبوا مباراة ثالثة. أما عن سيدات كرة السلة فسيدات كرة السلة بيستعدوا بشكل قوي جدا لمباراة سبورتنج في بطولة دوري السوبر. مباراة هتكون يوم 24/12 وهتقام على مجمع صلاة دكتور حسن مصطفى. يعني طبعا الحقيقة المباراة هتكون صعبة جدا زي ما احنا شفنا ان فريق سبورتنج قدر يتوج ببطولة افريقيا، وبالمناسبة دي طبعا خليني اهنئهم يعني شرفوا مصر الحقيقة يعني فببارك لهم بالمناسبة دي. لكن طبعا هيكون بقى سيدات كرة السلة عندهم مباراة صعبة، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في سيدات كرة السلة ان شاء الله يقدروا يتخطوا سبورتنج ويتأهلوا للأدوار القادمة. يعني انا هواندي دي كانت ابرز اخبارنا في فقرة اخبار النادي النهاردة. طبعا معاكي لو عندك اي استفسارات، والان العودة ليكي مرة اخرى في الاستوديو. لا بشكرك جدا طبعا يا هنا على التغطية دي، ومبروك يا ستي لو انت كنت تشجع الارجنتين. يعني بشكرك جدا. ناس كتيرة كانت بتشجع الأرجنتين تحديدا عشان ميسي. بس هقول لكم على حاجة بقى، أنا بحب جدا بغض النظر برضو عن فرنسا، بس أنا بحب اللاعب ده حتى هو في باريس سان جيرمان، مبابي بجد لاعب. أنا أعتقد في المونديال القادم بما أن كمان ميسي زي ما حضراتكم عارفين مش هيكون موجود، مبابي هيبقى من الأسماء اللي هتلمع جدا في أي مونديال قادم، لأن هو طبعا صغير وعنده 23 سنة فلسه قدامه أكتر من نسخة يعني ممكن يشارك فيها مع بلاده في النسخ القادمة للمونديال. فأنا بتوقع أن ده واحد من الأسماء اللي بعد كده ربما هتكون زي ميسي وزي كريستيانو رونالدو. امبارح كان متألق بشكل غير عادي، لا بجد غير عادي. أنتوا بتتكلموا لو تاريخيا كده هو لعب 7 ماتشات جاب 8 جوال وكان فيه 2 اسيست، ده بلغه الارقام. فلا لاعب مش طبيعي. وكمان امبارح اللقطه اللي انا زعلت عليها بصراحه، يعني لما طبعا بعد الفوز بتاع الارجنتين في الملعب كان مبابي بيعيط بشكل لا في وجع كده، وكان ايمانويل ماكرون زي حضراتكم عارفين هو كان من الشخصيات العامه او الرؤساء يعني الشخصيات السياسيه اللي كانت موجوده، وكان حريص ان هو يحضر اخر كام مباراه لفرنسا. هو كان موجود ولقطه عجبتني ان هو نازل وبيواسي اللاعب، في كمان صور غير دي وهو بيحضنه وبيطبطب عليه، يعني زي ما بيتقال كده لو ما تتضايقش انت عملت اللي عليك. وبصراحه مبابي من اللعيبه اللي في كل المنتخبات اللي فعلا ما قصرش ولا للحظة مع منتخب فرنسا، هو عمل اللي عليه وزيادة قوي. فهذا اللاعب قدامه مستقبل عظيم، وهو دلوقتي أصلا عظيم بصراحة، ولقى احترام العالم كله. يعني حتى الناس اللي كانت مع ميسي امبارح وكانت مع الأرجنتين امبارح كانت منزلة معظمهم بوستات لمبابي بيقولك بجد لاعب استثنائي بغض النظر عن أي حاجة. فعجبتني جدا اللقطة دي برضو.
تعالوا نروح نشوف بقى تمارين جديده لكابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال في النادي الاهلي. طبعا زي ما حضراتكم عارفينه هو كل مره بيكون محضر لنا تمرينات مختلفه، هنروح نتابعها وكده نروح فاصل ونرجع علشان نبدا اولى فقراتنا الحواريه. خليكم معانا. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير جماهير نادي الاهلي العظام، صباح الخير جميع اعضاء نادي الاهلي بكل فروعه الاربعه ان شاء الله قريبا باذن الله. يا رب تكونوا كويسين وربنا يحفظكم من كل شر يا رب. طبعا وحشيني بقالنا كتير ما اتجمعناش مع بعض. ان شاء الله برضو جايين النهارده نكمل سلسله الاخطاء الشائعه. انا مبسوط جدا ان السلسله دي يعني فادت او استفادت ناس كتير منها على قد ما اقدر، لان ده الاهم. الاهم مش انت تلعب صح، الاهم انت تعرف ايه الاخطاء الشائعه عشان ما تروحلهاش، عشان ربنا يا رب يحفظك ويبعدك عن اي شر وما تقعش في اي اصابه. النهارده جايين نكمل الحلقه اللي فاتت اشتغلنا على عضلات البطن، النهارده جايين نشتغل بقى على عضلات الرجلين. ايه هي التمارين اللي ممكن نلعبها في الجيم بس تكنيك صح، ونعرف ايه الاخطاء الشائعه عشان نبعد عنها. تعال اول تمرين طبعا سكوات. سكوات طبعا معروف من اكتر التمارين المركبه المهمه جدا 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 اللي بتشغل عضلات كتير قوي في الجسم، مهم جدا للتخسيس، مهم جدا للضخامه العضليه، مهم جدا للتوافق العضلي العصبي، مهم جدا للتوازن، مهم جدا للتناسق والرشاقه. يعني شوفوا كل دي اهميه ايه عضله او تمرين السكوات بالنسبه سواء للراجل او للست. فخلونا النهارده نعرف ايه اخطاء الشائعه عشان نبعد عنها وربنا يحفظنا من اي اصابه. اول خطا بنشوفه، هقف معلش بطريقه عرضيه كده عشان الناس تشوف الركبه شغاله ازاي. انا هبدا اشتغل غلط الاول عشان نعرف. الناس ماسكه بار او دمبل ايا كان وبتبدا تعمل ايه؟ يا اما بتفتح رجليها قوي يا اما بتقفل رجليها قوي، وده غلط. بسم الله الرحمن الرحيم كده. اول حاجه لازم نعرفها لازم اقف بمستوى كتفي بالظبط عشان يبقى التوازن بتاعي وثقل جسمي على الارض هيبقى افضل حاجه واحسن حاجه. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه اعمل ايه؟ انشف عضلات بطني، دي اهم حاجه عشان دي منطقه ثقل الجسم، منطقه الكور بتاعتي، وانشف عضلات ظهري. طبعا انا اكن شايل البار. طيب الجلوتس ليها دور او ليه مهم، دور مهم جدا في التمرين، ان انا لازم اكن نازل اقعد على كرسي عشان زاويه 90 عشان اطلع، ولما اجي اطلع ما اعملش بلوك لمفصل الرجل، لا افضل طالع بالمستوى ده. طيب ايه الخطا الشائع اللي بنشوفه؟ الناس بتعمل كده تمرين سكوات كده، وفي ناس بتعمل كده، وفي ناس بتعمل كده، ده غلط كله. الصح ايه؟ صح اقف بمستوى كتفي، رجليا بتبص لبره عشان يبقى في توازن، شايل البار على ظهري، شادد بطني، عضلات بطني وشاد عضلات ظهري، وانزل اكني نازل على كرسي زاويه 90. اهم حاجه ركبتي تبقى لبره ما تسبقش مشط الرجل، واطلع تاني اهو. واحد اتنين تلاته، ناخد بالنا قوي يا جماعه ان الجلوتس بتروح فين وانا نازل. اربعه، لان دي بتتقل جسمي مع راسي، يبقى في توازن بين منطقتين وهم دول المنطقتين اصلا ثقل الجسم، راسي وجلوتس اهو، راسي قدام جلوتس ورا، يبقى كده في توازن لجسمي على اساس ان انا لو شايل وزن تقيل ما اقعش بيه. هو ده التمرين الصح بتاع تمرين السكوات، وانا طالع ما اعملش بلوك المفصل للركبه، بيبقى سوفت شبه مفرود. طيب التمرين الثاني والمهم جدا، وده للاسف كل الناس بتعمله غلط وفي الاخر بيوصلنا لمنطقه الخشونه لا قدر الله واصابات في مفصل الركبه، ايه هو؟ تمرين اللانجز او الطعن. طيب تعالوا نشوف تمرين اللانجز بيشتغل ازاي اصلا، او بيستهدف انهي عضله. مبدئيا كده تمرين اللانجز بيستهدف الهامسترينج بالجلوتس. طيب عشان اعمله لازم اخد من مبادئ السكوات اللي هي ايه؟ ركبتي لازم الرجل اللي ورا متنيه شويه زي ما انا واقف، والرجل اللي قدام تنزل زاويه 90 واطلع، ما تبقاش مفروده قوي، لا تبقى سوفت، تنزل زاويه 90 واطلع. الرجليه اللي ورا زي ما انتوا واخدين بالكم متنيه سن. الناس اللي بتعمل دي غلط، ما نعملهاش دي غلط اهو، ياخد خطوه بسيطه وينزل قدام، دي بتبوظ الاربطه في مفصل الركبه. ايه الصح؟ انا ماسك الدمبل اهو، بفتح الخطوه وانزل وارجع تاني، افتح الخطوه وانزل وارجع، ظهري مفرود، صدري مفرود، عضلات البطن مشدوده اهو. طيب الناس اللي بتلعب بالدنابل اللي بتعمل الحركه دي اهو، سوري اكنه بيجدف في البحر، دي مالهاش اي لازمه خالص، وبتتعب لي مفصل الكتف وبيتعب لي مفصل الحوض عشان بقعد اتمرجح بمفصل الحوض اهو. التمرين يا جماعه
ظهري مفروض باص قدامي زي ما انا شغال كده بالظبط اهو. ده تمرين اللانجز زي ما قال الكتاب وده الصح، غير كده هيعمل لي مشاكل في جسمي. طيب التمرين الثالث والاخير، التمرين الثالث والاخير اللي هو الهامسترنج، ده برضو من التمارين اللي بتعمل مشكله، خصوصا ان احنا الناس بتعمله وهي عامله بلوك لمفصل الركبه. ازاي؟ انا ماسك البار على ظهري اكن هلعب سكوات وفتح رجلي مضايقه شويه بمستوى كتفي اهو. فالناس بتعمل تنزل فرده ظهرها اه، لكن عامله بلوك المفصل ايه؟ الركبه. ده غلط. سبحان الله ده موجود حتى في الصلاه، ان انا لازم اعمل سوفت ني اللي هو شبه فرد لمفصل الركبه اهو، نازل انزل زاويه 90 افرد ركبتي سنه، فبيعمل لود على العضلات الخلفيه للرجل اهو. وهو ده التمرين الصح، ظهري مفرود ركبتي متنيه سنه، بنزل بالراحه في 3 عدات واطلع في 3 عدات، وهو ده التكنيك الصح. يا رب تكونوا استفدتوا معايا النهارده، دول اهم 3 تمارين في تمرينات الرجل واهم تمارين فيهم، وان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا منهم ويبعدكم عن اي اصابه يا رب، ربنا يحفظكم. مع كابتن محمد فوكس، مع الف سلامه النادي الاهلي، الف سلامه. مرحبا بحضراتكم في فقرتنا الاولى، وزي ما كنت بناوي في بدايه الحلقه هنتكلم فيها عن المونديال، وهنتكلم عن النهائي والتاريخ الطويل والمنتخبات والجوانب الانسانيه والكواليس اللي يمكن ما كناش شايفينها كمان على الكاميرات والشاشات، كل ده مع ضيفنا العزيز استاذ محمد همام الناقد الرياضي. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير عليك يا استاذه نهاوند، وصباح الخير على الساده المشاهدين قناه النادي الاهلي. اهلا. انت زعلان ليه؟ انت كنت مع فرنسا شكلك. صحيح، فرنسا. طب تصدق زيي بالظبط. بس ده الحزن لتاني يوم. بس على فكره احنا ما فيش مننا كتير. لا فعلا كان يعني المعظم الغالبيه كانوا متفرجين. 95 وليونيل ميسي. 95% فعلا، يعني تلاقي حتى من المصريين ليونيل ميسي. صح. طيب شفت ده ازاي؟ يعني ليه اصلا الناس كانت قوي كده حابه الارجنتين؟ هو إيه ليه يعني؟ هل يستحقوا ولا ده فعلا عشان ميسي فقط؟ يعني المنتخب الارجنتيني صحيح البدايه كانت مفاجاه من مباراه المنتخب السعودي، لكن بعدها المنتخب الارجنتيني قدر ان هو يصحح الوضع ويصحح المسار. طبعا يعني الكل كان متعاطف مع المنتخب الارجنتيني، وخصوصا بعد اعلان ميسي بان غالبيه بنسبه كبيره هتكون ده المونديال الاخير ليه. فيعني يعتبر خلاص اللي هو يعني البطوله دي بالنسبه له يعني حياه او موت. صحيح ان هو اخذ كوبا امريكا النسخه الاخيره من البرازيل، لكن بعد صعوبه برضو ما كانش حصل عليها، يعني كان عنده زي احباط فتره كده. هي ليه ما بيحصلش عليها؟ صحيح. فاكيد يعني بعد كمان محاوله في 2014 ومباراه نهائي مع منتخب المانيا، فكان بالنسبه له البطوله دي كانت مهمه جدا. وقدر ان هو يحققها، واكيد ان هو يعني زي ما بيقولوا كده قفل اللعبه خلاص، يعني كل البطولات سواء مع انديه او منتخبات عملها وحققها. دي حقيقه، دي حقيقه. هو يمكن كمان اعلن ان ده اخر مونديال ليه يشارك فيه، بس عشان برضو الناس اتلخبطت شويه، مش اخر مشاركه دوليه لميسي، بالعكس هو قال هو فخور ان هو هيمثل الارجنتين مره اخرى دوليا بعد ما فازت بلقب او بكاس العالم، لكن هو ده كان اخر مونديال فقط لميسي يعني. طيب تعالوا نروح على الصعيد الثاني، فنيا هل انت كنت بتشوف بصراحه امبارح الفرنسا ولا الارجنتين اللي كانت كفتهم ارجح؟ يعني الكامباك ده السريع اللي في الشوط الثاني شفناه مع فرنسا برضه، يعني يقول لك ايه ده؟ ايه الفرقه دي وايه مبابي ده؟ لا كان برضه حاجه محترمه بصراحه يعني. يعني مفاجاه كبيره جدا، غالبيه حتى الناس اللي كانت بتتابع المباراه كانت شافت خلاص المباراه شبه ان هي انتهت، ومنتخب الارجنتين حتى في الشوط الثاني كان يعتبر مسيطر سيطره كامله في البدايه. لكن امبابي يعني الصراحه يعني صحيح ان هو كان يعتبر مختفي، لكن في يعني اقل من هنقول دقائق بسيطه قلب الماتش، وكان ممكن يعني يحقق الفوز لمنتخب بلاده. امبابي يعني كان ولكن لسه قدامه برضو الفرص. 23 سنه لسه صغير. صحيح. ولسه قدامه طبعا كذا نسخه من كذا مونديال قادم يعني. بس هو مين اللي خسر فرنسا امبارح؟ هل هو مارتينيز ولا يعني ضربات الترجيح ولا كان سوء حظ ولا ايه؟ بالعكس انا كنت شايفه فرنسا محظوظه جدا امبارح.
بدايه يعني رايي ان لازم يكون عندك منتخب او فريق عموما قوي لازم يكون من حراسه المرمى. لما نيجي نعمل مقارنه بسيطه ما بين لوريس وما بين ايميليانو مارتينيز في فرق في مفارقه كبيره جدا ما بينهم. وده يعني كمان حتى قبل بدايه ضربات الجزاء وركلات الترجيح كنا بنقول ان كفه الارجنتين هتكون اعلى، خصوصا ان لوريس امبارح في يعني كره الجون الثالث مثلا يعني كانت ممكن ان هو يقدر ان هو يعني يخرجها احسن من كده، لكن يعني كان مستواه كان ضعيف جدا، على عكس مارتينيز قدر ان هو يكسب منتخب بلاده في مباراه هولندا في ركلات ترجيح برضو امبارح، شفناه امبارح برضو قدر ان هو يكسب منتخب بلاده، وفي الفرصه الاخيره بتاعت المنتخب الفرنسي كره الاخيره كانت ممكن ان هي تراجع كافه فرنسا وفرنسا تكسب المباراه في اخر دقيقه، لكن مارتينيز امبارح كان ليه دور كبير جدا جدا بخلاف طبعا ليونيل ميسي وبخلاف الخط الهجومي اللي هو قدر ان هو يرجع الفرقه تاني بعد الجونين بتوع مبابي. فالمنتخب الارجنتيني كان يستحق لو احنا هنتكلم على 120 دقيقه كامله. طب دي ماريا وخروجه بتشوف برضو ده اثر ازاي؟ طبعا كان يعني اسكالوني خلاص كان ممكن تفكيره ان هو مباراه خلاص تعتبر انتهت. دي ماريا برضو يعني احنا بنتكلم ان هو مستواه مش هيقدر ان هو يشيل الفريق طول 90 دقيقه، فكان لازم يعني بيفكر في البدائل. صحيح ان هو قدر ان هو يصحح التغيير الغلط من ناحيه ديبالا في اخر الدقايق او لوتارو مارتينيز، وفي الاخر المنتخب الارجنتيني يعني زي ما بيقولوا كده كانت كفته يعني اقوى. امبابي يعتبر شال المنتخب لوحده، لكن طبعا كره القدم مش كره نقول مش فرديه يعني. طب بص انا عندي ملفات كتيره منها التحكيم على فكره، ملف التحكيمي في المونديال هنروح له برضو لان في ناس اعترضت. شوف يعني التحكيم ده للاسف عمره ما بيخلص من الانتقادات، يعني حتى لو بنتكلم على كاس العالم وافضل تحكيم في العالم وغيره، بس خلي النقطه دي شويه، خلينا برضو في اللقطات اللي احنا شايفينها والمشهد امبارح والناس اللي لغايه اخر لحظه انت على اعصابك، ما انتش عارف الكاس رايح لمين بجد، للدقائق الاخيره ما انتش عارف، تيجي بضربه الترجيح كده خلاص الارجنتين ترجع تقول لا فرنسا، لا الارجنتين، لا فرنسا. فامبارح كان في تذبذب فظيع، الناس كانت على اعصابها بشكل مش طبيعي، العالم كله خلينا نقولها. بس برضو لو هترجع نتكلم شويه عن ميسي وميبابي، طبعا المقارنه مش فار، ده فرق السن وفرق خبرات وحاجات كتيره. ميسي بتتكلم داخل على 36 سنه، ميبابي 23، بس انت بتتكلم برضو يعني شارك في 8 مباريات. ميبابي طبعا انا بتكلم صنع 9 اهداف تقريبا او 9 مباريات 8 اهداف، 9 مباريات 8 اهداف واثنين اسيست، منهم مباراه كمان ما لعبش مباراه منتخب تونس. فيعني يعتبر ان هو كان الرقم ده لعب مباراه اقل من ميسي، ف ان هو يقدر ان هو ياخد الهداف. مبابي يعني شايف ان هو وصل 12 هدف في كاس عالم، فارق ما بينه وما بين حتى في صداره الهدافين عموما في تاريخ البطوله كلوزا 16 هدف. احنا بنتكلم ان احنا يعني لو احنا شفنا ان مبابي لو حافظ على الاقل على المستوى اللي هو فيه، على الاقل ممكن يشارك على الاقل في 3 مونديال. يعني سهل جدا ان هو يكسر رقم ويحطم رقم كلوزا ويعديه. فامبابي هنشوف اسطوره جايه ممكن تتفوق على كريستيانو وتتفوق على ميسي، لكن لو احنا شفنا الـ 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 يعني التفكير اللي هو ماشي بيه فهو واضح ان هو لعيب هيصير على خطوات كبيره جدا جدا جدا، سواء مع منتخب فرنسا او لسه هنشوف بقى مع باريس او لو هيتنقل لنادي تاني في الفتره اللي جايه. طب ليه دايما بيتقال على الارجنتين او منتخب الارجنتين منتخب النجم الواحد؟ حتى لو هتيجي تتكلم ان لا ده في كذا نجم وبرضه لا هو ميسي، زمان كان مارادونا، ما فيش حد قوي التاريخ بيذكره غير مع الارجنتين دايما غير واحد، على عكس مثلا او على غرار تقول منتخب ايطاليا، منتخب ايطاليا كل النجوم ما احنا حافظينهم اللي شاركوا في كاس العالم، ليه كده؟ لو نيجي نشوف مثلا تصريحات اللعيبه سواء قبل البطوله او بعد البطوله، التفكير الاساسي كان التتويج بكاس العالم علشان خاطر ميسي. واحنا مثلا لو شفنا تصريح ايميليانو مارتينيز قال لك احنا لعبنا البطوله وهدفنا ان احنا ناخد كاس العالم عشان خاطر ميسي. الجمهور الارجنتيني عنده ايقونه مارادونا وبيحاولوا ان هم كانوا يشوفوا اسطوره ليهم وفعلا يستحق ان هو يكون زي مارادونا، هو ميسي حقق كتير جدا جدا في على صعيد الانديه ومع منتخب بلاده في سنه واحده، قدر ان هو يعني زي ما بيقولوا كده الحظ والكره بتبتسم له بان هو تتويج بكوبا امريكا وبكاس العالم.
فميسي يستحق ان هو يعني زي ما بيقولوا كده، حتى كنا بنشوف في اوضه غرف الملابس بيجمع اللعيبه، اللعيبه كلها بتلعب علشان خاطر هدف واحد، هم عاوزين المكسب سواء ليهم او لبلدهم او لميسي. دي حقيقه فعلا. طيب بتشوف مين من المنتخبات برضو الى لحد ما ظلمت نفسها او ما خدتش الحظ اللي هي تستحقه في هذا المونديال؟ البرازيل. البرازيل كانت بالنسبه لي كانت من المرشحين ان هي تكسب البطوله، يعني غلطات بسيطه جدا جدا كلفتهم الخروج من منتخب كرواتيا. طبعا بالنسبه لي كانت المفاجاه، وبالنسبه للجمهور كتير، وكان بالنسبه لنا منتخب المغربي كان كنا ممكن نشوفه نقدر ان هو يكسب المنتخب الفرنسي. برضو في منتخبات كتير يعني كانت بالنسبه لي مفاجاه من ناحيه النتائج، سواء كان مثلا منتخب بلجيكا او منتخب الدنمارك او صربيا. لكن لما نيجي نشوف على ارض الواقع، احنا بنشوف منتخب طبعا النهائي لما يكون فرنسا والارجنتين مفيش مفاجآت، بل بالعكس منتخب الارجنتين كان يكون ما كانش مرشح بنسبه كبيره زي المنتخب الفرنسي طبعا. لكن سكالوني مع اللعيبه قدروا ان هم يكونوا تيم واحد، وقدروا ان هم يحققوا اللي هم كانوا عاوزينه، ومنتخب يستحق طبعا ان هو يكسب البطوله. طب امبارح كنت قبل المباراه بصراحه، ان كل واحد كان بيتكلم عن الاستوديوهات التحليليه والحاجات اللي زي كده، ناس تقول لك انا كنت شايف ان المباراه هتخلص في الشوط الاول، في ناس تانية قالت لك لا هتوصل لضربات الترجيح، كنت متخيل ايه يا استاذ محمد؟ بالنسبه لي يعني بعد الهدف الثاني في الشوط الاولاني مستوى كان المنتخب الفرنسي كان سيء جدا، حتى لدرجه ان ديشامب عمل تغييرات على طول، خروج جيرو مع ديمبلي مع بدايه الشوط الثاني برضو المستوى كان سيء، لولا اخطاء او خطا بالتحديد اوتاماندي وضربه الجزاء الوضع اتغير جدا، الفرصه رجعت تاني للمنتخب الفرنسي، وقدروا ان هم على طول بعدها على طول يلدغوا بجون تاني، وكنا ممكن نشوف بعد جون التعادل لفرنسا ان هم يقدروا يكسبوا لولا ان المنتخب الارجنتيني رجع نفسه تاني، جمعوا الصفوف تاني، والتغييرات مع فرصه لوتارو مارتينيز ضيعها برضو، كانت فرصه كانت ممكن ترجع كفه الارجنتين. لكن كانت بالنسبه لنا المباراه كانت رايحه جايه، مش عارفين مين اللي ممكن يقدر يكسب. ده مش ممكن يعني، ده انا ما شفت في الاول الواحد كان قلقان في الشوط الاول، فرنسا ما كانتش موجوده تقريبا، خلينا نقول مبابي ما حسيناش بيه لحد دقيقه 80 تقريبا لحد دقيقه 80، بس الواحد وهو قاعد بيتفرج بغض النظر بقى ان هو بيشجع فرنسا، بس هو معقوله الماتش الفينال بتاع المونديال بهذه السهوله؟ صحيح. اللي هو ايه ده، ايه الماتش اللي مش ممتع ده، ونزلنا وكلفنا نفسنا وخارجين والناس موجوده وزحمه في الشوارع ولبس الاعلام والتيشيرتات، وفي الاخر هو ده الماتش بتاع نهائي، فجاه الدنيا اتشقلبت. صح. فجأة لقيت الناس ابتدت تترقب، اللي كان قاعد مريح بقى قال قام وقف وبتاع، اللي هو ايه ده اللي بيحصل؟ الفكرة ان يعني كان كتير قالوا ان ده أسوأ نسخة أو أسوأ نهائي في نسخة المونديال، بعض كمان جمهور المنتخب الفرنسي مثلا أو هنقول ان هم مش عاوزين ميسي ياخد البطولة، قالوا ان فرنسا قدمت مباراة وحشة جدا جدا، لكن امبابي قلب الكفة خالص، وشايف ان امبابي كان يستحق اكتر من كده كمان الصراحه، ان هو يعني يكون مش هداف بطوله بس، لكن ميسي يعني اخذ احسن لاعب في البطوله، كنت شايف راي ان امبابي يعني كان يستحق ان هو ياخد احسن لاعب في البطوله، لكن هو يعني جايزه زي ما بيقولوا كده جايزه تكريميه خصوصا لميسي، يعتبر بالنسبه زي ما قلنا وذكرنا ده اخر بطوله ليه، فيعتبر ان هو ايه حاجه تكريميه ليه والمنتخب بلاده، وخصوصا بعد محاولات سنين مع منتخب الارجنتين ان هو يرجع لهم الكاس عالم من 86، يعني كان في 38 سنه، يعني يستحق ميسي على يعني بالنسبه للمشوار والتاريخ اللي قدمه سواء للانديه اللي لعب لها او لمنتخب الارجنتين. وكمان تويتر عجبتني قوي لميسي بعد المباراه، قال لك يعني هو دايما معروف عنه ان هو وكريستيانو من اللعيبه اللي الفاميلي او العيله بتاعتهم مرتبط بيهم بشكل كبير جدا، ودي يعني دايما من خلال الصور بينزلوها والحاجات اللي زي كده، وكان حتى التويته اللي كتبها قال لك يعني دايما الفوز بس العائله بتاتي اولا، هو كان دايما بيصرح بده او حتى صرح بده يعني. وهروح معاك بقى لتصريحات انفانتينو، لان هو قال تصريحات جميله جدا، خليني اقراها حتى ليترلي اتقال ايه علشان الواحد ما يجودش. هو قال كده بالظبط، نهائي لا يصدق،
تمام. أعتقد أنه النهائي الأجمل في تاريخ كرة القدم، وتوج فيه المنتخب الأقوى، وكذلك استحق المنتخب الفرنسي الفوز. أحاسيس لا يمكن وصفها، وشكر جدا كمان في فكرة هنا قطر والتنظيم، وأن هي عملت فرق كبير يعني. وكمان ناس كتير ابتدت من دلوقتي تسأل أستاذ محمد، يقول لك هو مونديال 2026 هيبقى عامل إزاي؟ فلا يعني في بريشر هيبقى موجود، وفي زي ما بتقال كده ترقب من العالم كله، من القائمين على كرة القدم العالمية. الفكرة مش في النهاية بس، الفكرة دي بالنسبة لي كرأيي أنا شخصي دي أعظم نسخة لكأس العالم. شفنا فيه مباريات ما كناش نتوقع نتائج بالشكل ده، يعني لما نتكلم في البداية المنتخب السعودي بيكسب المنتخب الأرجنتيني، المنتخب التونسي بيكسب المنتخب الفرنسي، مشوار المنتخب المغربي ووصوله النص النهائي، وكان كتير جدا كان متوقع إن المنتخب المغربي ممكن يوصل نهائي، كتير زعلنا ان احنا المنتخب المغربي كان يقدر يستغل الفرصه ويوصل للنهائي. فبطوله ونسخه كانت عظيمه جدا جدا. بالنسبه للمنتخبات يعني شفنا يعني منتخبات صعدت وبقوه، وشفنا منتخبات ممكن تكون يعني في الفتره اللي جايه هتكون من المرشحين. كمان يعني كتير قالوا ان ممكن فرق التوقيت، وخصوصا ان البطوله بتتلعب في التوقيت ده، كانت نقطه مهمه جدا ان احنا نشوف المستوى بالشكل ده، او المستوى يكون يعني ما نتوقعش ان مثلا كفه منتخب تكون اعلى من كفه منتخب تاني. فبالنسبه لي ان النسخه دي افضل نسخه في من النسخ الاخيره في كاس العالم. لسه هنشوف مونديال 2026، خصوصا ان هي هتتلعب ما بين كذا دوله، سواء الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك، فهنشوف لسه. ولكن بالنسبه لي لغايه دلوقتي مونديال قطر من اعظم المونديالات. بتقدر تتفرج على كل الماتشات، تنتقل من هنا لهنا في 20 دقيقه مش بسفر وساعات يعني. كان زميلنا احمد عويس موجود في الدوحه وشرح لنا الصوره، كمان افضل شيء يعني مش ممكن عشان اتفرج اقعد اسافر واروح اجي. المونديال القادم يبقى صعب، صحيح هنقعد نلف اللي هيحضر يعني. صحيح صحيح. طيب نروح للملف برضو والأداء التحكيمي في المونديال، اللي البعض كان مش متوقع أنه هو هينال بعض الانتقادات بهذا الشكل، لأن لا في كتير لعيبة منهم ميسي اعترض على أداء تحكيمي كتير أو أكتر من مرة يعني. فبرضو ده بتقيمه إزاي، ولا ده داخل تحت بند الأخطاء التحكيمية المصرح بها دولية أو المقبولة دولية اللي بتبقى بنسبة تقريبا 10%؟ مهما يحصل في كرة القدم لازم يكون في أخطاء تحكيمية، لكن الأخطاء بتكون متفاوتة. مثلا بنتكلم في ماتش مثلا الأرجنتين مع كرواتيا، ميسي انتقد التحكيم، لوكا مودريتش انتقد التحكيم. ماتش المغرب احتكت رسميا على ماتش نصف النهائي مع فرنسا. حتى برضو في مباراة الثالث والرابع مع منتخب كرواتيا، أشرف حكيمي كان يعني زي ما بيقولوا كده كان في خلاف مع انفانتينو على مستوى التحكيم. امبارح كرة ضربة الجزاء خطأ ديمبلي مع دي ماريا، كتير شفناها ان هي ما تستحقش ان هي تكون ضربة جزاء، لكن احنا بنتكلم. بس امبارح الأرجنتين صراحة كانت عنيفة في اللعب يعني، احنا شفنا كذا زي ما تقال كده لعب غلط من لعبة الأرجنتين، شد من الدراع، شد من التيشيرتات، فكعبلة يعني شفناها بصراحة يعني. هي عادة اللعيب اللي هم يعني أمريكا اللاتينية يعني دي عادتهم، رغم أن أحجامهم بالنسبة للعيبة فرنسا يا صغيرين لعيبة فرنسا حجم تاني، بس كانوا لا بصراحة كانوا في عنف يعني شديد يعني. دي عادتهم ودي ده أسلوبهم، أسلوب القوي وأسلوب العنيف مع الخصم. ممكن يكون هو زي ما بيقولوا كده يعني بيرهم المنافس شويه ممكن، ولكن الحكم كان في قرارات يعني بعض اللي يعني شايفين الجدليه كان ممكن يدي فيها كروت صفراء ولا حاجه، لكن احنا بنتكلم في نهائي اكيد طبعا كل طرف عاوز يكسب باي طريقه. منتخب الارجنتين كاسلوبه قدر ان هو يكسب بطريقته، وفي النهايه المنتخب الارجنتين لو احنا زي ما انا ذكرت 120 دقيقه هو يستحق اجمالي ان هو ياخد البطوله. طيب بص بقى، هو فاضل تقريبا دقائق قليله، فعايز استغل الفاضل ده ونتكلم شويه، نرجع لمصر بقى، نرجع لمصر، احنا خلاص رح هنرجع لمصر بعد هنرجع. فالنقطه اللي ما عجبتنيش شويه، وانا قلت الكلام ده في اول الحلقه لو حضرتك تابعت،
كم بقى التريقه والانتقادات اللي جت من بعض الناس اللي هو خلصنا ده بقى تعالوا بقى نروح لمحليه. الناس تريق طبعا على الفرق الشاسع الموجود، وبالمناسبه هو امر واقع طبعا، في فرق هنا وهنا حاجه تانية، بس ستيل انا لما باجي اتريق على الكره المصريه واتريق على اللعيبه بتوعي اللي هم بيمثلوا الانديه المختلفه والمنتخب، بحس ان ده تقليل من الذات. فانا لو هقعد اجلد نفسي واقعد اقلل من نفسي عمري ما هوصل لحاجه. انا ممكن اقول ان انا عندي مستوى مش الافضل، ممكن اقول ان انا الناس دي بعيده عني جدا، لكن ما يبقاش عندي حته ان انا دايما شايف نفسي صغير. ما هو دايما شايف نفسي صغير عمري ما هحقق حاجه. وحتى لو اللعيبه بتاعتنا، حتى لو اتحاد الكره بتاعك، حتى لو كل القائمين على منظومه كره القدم والرياضه في مصر حاولوا ان هم يعملوا حاجه، هيخافوا لان كل شويه نقد نقد، تقليل من الذات. وده يمكن برضو اللي عكس اللخبطه والتخبط اللي حصلت مع منتخب مصر من فكره مدير فني هنا وهنا وهنا اربعه في فتره قصيره، ده لان صاحب القرار الى حد ما ده اللي احنا شعرنا بيه او المسج اللي وصلت لنا، ان في تخبط، في رعب، في خوف من الانتقاد، عمالين نجيب حد مش كويس طب ما نستناش عليه لان الناس مش هترحمنا. ما انت من الاول لو واخد قرار وشايف ان هو الصح خليك عند كلامك واستحمل النتيجه في الاخر. لكن للاسف كمان استاذ محمد لو تتفق معايا ما حدش بيتحمل النتيجه اصلا في الاخر، يعني ما حدش بيحاسب على حاجه في الاخر. هو الضغط النقد عموما يعني حاجه مستمره، خصوصا هنا في مصر. اي موقف سواء كان ايجابي او سلبي انت لازم هتكون تحت ضغط، لكن الفكره مين اللي هيواجه او انت عندك القدره انك هتواجه ولا لا. احنا بنتكلم مثلا على الدوري المصري زي ما حضرتك ذكرتي. الدوري المصري احنا شايفين ان مسؤولين بيحاولوا يطوروا الدوري، بنشوف رابطه الانديه صحيح بنكون في اخطاء سواء كان اخطاء ما بين انديه او ما بين لعيبه او ما بين حكام او لكن احنا بنشوف في تطوير شويه، وده عكس حتى في الماتشات الاخيره في الدوري. لو يعني كاس العالم كان مسيطر شويه على الاجواء، طبعا اكيد طبعا مسيطر على الاجواء يعني بشكل اكبر، لكن كنا بنشوف ماتشات في الدوري، ماتشات بتنتهي في اللحظات الاخيره، ماتش ممكن يبقى 2-0 برده ويبقى يخلص 3-2. احنا بنشوف اللعيبه والانديه بتحاول ان هي تجتهد ان هي تقدم كوره. احنا لو اتكلمنا وقلنا ان احنا زي ما حضرتك ذكرت وقلنا ان احنا بنقلل من النفس او بنقلل الذات مش هنوصل ومش هنتطور بالظبط. احنا مثلا يا ريت نشوف مثلا نموذج زي منتخب المغرب والاسلوب الاتحاد المغربي. يعني بنتكلم ان قبل بدايه البطوله كاس العالم بحوالي شهور بسيطه بيغير المدرب خليل يوزيتش وبيجيب مدرب قدر ان هو يعني بلغه الكوره مفيش مستحيل دلوقتي انت تقدر انك تحقق حاجه وتحقق نتائج مع وليد الركراجي. فيعني يا ريت نفكر اكتر في ان احنا بنركز في شغلنا بس، ما نفكرش في انتقادات. اكيد طبعا هيكون في انتقادات ولكن ما نفكرش في بس ما تنتقدش عشان تهدى، انتقد عشان تساعد على البنى، في فرق شاسع. اكيد طبعا، فهي دي النقطه. يعني ومش عايزه الروح دي تتصدر بقى محليا للعيبه بتاعتنا اللي هم يقعدوا يقولوا مهما عملنا ومهما ادينا، روح الانهزاميه دي هم داخلين بقى على ماتشات مهمه مش حلوه برضو انك تصدرها يعني لهم. يعني ابسط مثال مثلا محمد صلاح مثلا، يعني ابسط مثال، يعني لعيب واجه كتير جدا 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 من الانتقادات من الهجوم سواء كان في مصر او بره مصر، لكن كان تفكيره واحد وشوفنا دلوقتي النتيجه فين. بالزبط. لو كان بص وركز في الانتقادات والهجوم ما كانش وصل اللي هو فيه دلوقتي. فده بس مثال بسيط بالنسبه لنا كمصريين، محمد صلاح. صح، متفق معاك. وكده كده الواحد لو عنده حلم يركز في حلمه، مش مهم خالص مين بيقولي، لان مين بيقولي في الاول وفي الاخر هو مين. يعني اللي بينتقد محمد صلاح بينتقد اي لاعب، في الاول وفي الاخر حضرتك بتنتقد بناء على ايه؟ خبرتك ايه وموقعك ايه وعايز تستفيد من الانتقاد ده ايه؟ فالواحد لازم فعلا يركز. انا متفق معاك جدا استاذ محمد، للاسف الوقت خلص بس قراءه كانت سريعه بس لمينا كل حاجه تقريبا. وما نزعلش بقى خلاص، المونديال وعدى ان شاء الله يعوضها كده كده فرنسا خدتها فمش مشكله، يعني ان شاء الله مش مشكله ان شاء الله يعوضها النسخه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك، هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم بقى عشان نتكلم عن الرياضه اللي كنت بقولها في بدايه الحلقه بعرف يعني عنها، هي اسمها الدوتش بول. دوتش بول دي رياضه مش معروفه لناس كتيره، يمكن برضو مش واخده حيز كبير من الاهتمام محليا، لكن هي رياضه مهمه ورياضه ليها شويه او واخده بعض الرولز كده من رياضات مختلفه. هنعرف تاريخها، دخلت مصر امتى، مصر محققه فيها ايه، كل ده بعد الفاصل، خليكم معانا. هو الموضوع بالنسبه لي مختلف تماما لان في كتير بيحلموا وقليل اللي بيحقق حلمه. انا كان في يوم من الايام لما كنت رحت امريكا وكندا وشفت اللعبه بتتلعب بره كان عندي حلم ادخل اللعبه دي مصر، وجيت وقعدت ادور على بيلعبوا اللعبه وبقينا نعدي بالكور والشبك ونلف على اماكن الشباب واللعبه نحاول نشهرها لغايه لما لعبنا اول كاس عالم في 2015 وطلعنا في المركز الاخير.
بعد كده بقينا خامس عالم، والنهارده بننظم كاس العالم ومكتسحين. فطبعا بالنسبه لي الموضوع خاص جدا، ده ثالث كاس عالم للدادج بول، لعبه الدادج بول. انا دلوقتي حاليا الحمد لله رئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وحاجه كانت في دماغي من 11 سنه. فده طبعا بالنسبه لي يوم خاص جدا جدا، ان شايف الولاد بيلعبوا وبيتفوقوا على ابطال العالم، فده حدث كبير جدا بالنسبه لي، مختلف يمكن عن اي حد موجود النهارده. انا حاسس كان يعني طفل صغير وكبر والنهارده شايفه راجل قدامي. We're absolutely delighted to be here in Cairo. It's a fantastic opportunity for us to be here. وطبعا فخور بكل موجود في مصر هنا، وطبعا الترحاب بتاعه مبسوط جدا بالترحاب داخل مصر. ده هو بيقول طبعا اصلا دوج بول يعني مثلا مهمه جدا، وفي ناس هنا جم من انحاء العالم من اسيا وافريقيا وامريكا الجنوبيه وكل البلاد طبعا موجوده هنا. فهو طبعا اصلا مرحب بلعبه جدا في مصر، وهيكون لها مستقبل كبير جدا في مصر ان شاء الله. التطور عندنا سريع جدا جدا، اللعبه بتقابل اقبال جامد جدا بالذات من الاطفال. عندنا جيل جديد طالع بيعشق اللعبه دي وبيحبها جدا. عندنا لعيبه كتير قوي بتلعب هاندبول جت تلعب معانا البطوله، فاحنا عندنا النمو ماشي اسرع من اي بلد ثانيه في العالم. بادينا لعبه الدوج بول في مصر من اكتر من حوالي 10 سنين النهارده، ودي ثالث بطوله كاس عالم منتخب مصر يشارك فيها. اول واحده كانت في مانشستر، وبعد كده في امريكا من 4 سنين، والسنه دي يعني قدرنا ان احنا نفوز بحق تنظيم البطوله في مصر. والسنه دي اول مره تتعمل لثلاث فئات عمريه، تحت 15 سنه وتحت 21، واللي هي الكبار يعني. وده انجاز كبير جدا ان احنا في الفتره دي قدرنا ان مصر قدرت تستضيف بطولات كتيره جدا، بالذات بعد موضوع الكوفيد 19 ان الرياضه كلها كانت مقفوله عليها وكاس العالم اللي فاتت لغى. فقدرنا ننظم حدث كبير بالمنظر ده في البلد الظروف دي، فدي حدث كبير جدا. كان يوم حلو قوي والحمد لله كسبنا في ال under 15، جبنا الاول وجبنا الاول كمان في المن. الحمد لله يعني مصر بتعمل كويس قوي البطوله دي. رياضة الدوج بول طبعا هي رياضة جديدة وجدا جميلة وممتعة. يعني تقرب سبحان الله، يعني تقرب المنتخبات مع بعض. هي ممتعة وبنفس الوقت فيها كومبتيشن. جدا هو النهارده فعلا كان يعني تكليل لمجهود بقاله كتير قوي بيحصل. احنا بقالنا بنلعب اللعبة دي بقالنا 6 سنين قاعدين بنلعب وبنجيب اخرنا وبنتمرن 6 أيام في الأسبوع، وبنروح المحمية عشان نجري في الرملة ونعمل تقويات وندخل نعمل جيم وكل الكلام ده كله عشان بس نيجي نجيب اخرنا وننزل الملعب في الاخر عشان نرفع علم مصر ونقول ان احنا جماعه، احنا ابطال العالم، احنا نستاهل اللي احنا عملناه الفتره اللي فاتت. هي اتطورت على حسب ال5 6 سنين اللي فاتوا، وده بسبب انه هي لعبه جديده واللعبه فيها يعني مش الستاندرد لعب اللي احنا متعودين عليها والرياضات اللي احنا متعودين عليها. بس الموضوع شويه شويه ابتدى الناس تبقى انترستد اكتر، الناس تبقى حاسه انه ايه ده، دي فيها فكره مختلفه وفيها حاجه جديده. اتس تيم ورك جيم، فالموضوع ما كانش اللي هو انديفيدوال زي التنس مثلا او كده. فعشان كده ناس كتير كده يمكن كده اتراكتد مثلا ان هي تلعب او كده. مبدئيا الدوج بول غالبا اللعبه الوحيده اللي بتتلعب بكذا كوره، فدي اكتر حاجه بتميزها. هتوصل لفين في مصر؟ هي اوريدي وصلت وابتدت توصل اكتر واكتر. الجنريشن الجديد كمان عنده سبارك مش زينا، هم عندهم فرصه ان هم يبداوا من هم صغيرين قوي لحد ما يكبروا، فده هيميزهم اكتر عندنا ان هم هيبقوا اجمد منتل وفيزيكال. طيب اللي احنا كنا شايفينه ده مع حضراتكم دلوقتي هي كانت او كان جزء كده من فعاليات بطوله كاس العالم لكره الدوتش بول 2022، واللي نجحت اعتقد في استضافتها مصر بشكل كبير جدا. كانت يوم 13 لغايه يوم 17 لهذا الشهر. طيب كانت فين؟ كانت بالصاله المغطاه في استاد القاهره، شاركت فيها 8 دول وكانوا بيمثلوا كمان مختلف القارات، واتكلمنا عنها انا وكريم على مدار الاسبوع اللي فات طبعا على هذه البطوله. الجميل بقى ان البطوله فازت فيها مصر باللقب، وكمان اللي عايز اقوله ان الحقيقه اللعبه دي واجهت كمان في بدايتها تحديات كبيره جدا، ونتيجه طبعا عندنا مروا بكورونا وحصل توقف وحاجات زي كده، بس قدرت ان هي ترجع مره تانية بقوه كبيره، وعلى مستوى هنا بنتكلم الناشئين وكمان على مستوى الشباب. هنتكلم في كل ده ونشرح للناس اللي مش فاهمه اصلا ايه الدوتش بول، كل ده هنتكلم فيه مع ضيوفنا. اولا خلينا نرحب بجو ميلر نجيب، مدير هو بطوله كاس العالم للدوتش بول 2022. بونجور جدا، اهلا وسهلا. ومدرب منتخب الناشئين تحت 21 سنه ستيفان ناجي، لاعب الدوتش بول. بونجور. طيب انت كمان قالوا لي ان سبق ليك اللعب في 3 نسخ في كاس العالم، صح كده؟ طيب نبدا بقى كده نتكلم عن الدوتش بول، لان مش منتشر او يمكن مش العيب مش فيكم، يمكن العيب في التغطيه الاعلاميه، العيب في المتابعه، ان مش ناس كتير عارفه عن الرياضه دي. فخلينا نفهم في البدايه، لو هبدا بيك مسيو جون،
صح كده؟ جوم. حلو جو ميلر، تحس اسم فنان امريكاني. ربنا يخليك. هل اصلا كنت بتلعب الرياضه دي؟ يعني خلينا نعرف اصلا عنها ومشاركتك معاها من امتى؟ احنا كنا بنلعب الرياضه دي زمان جدا في المعسكرات الرياضيه، بس برولز مختلفه وكور مختلفه وطرق مختلفه. وبعدين بدانا من 2012 انا ودكتور عمرو محب ان احنا نحاول نعمل الرياضه بشكل اوفيشال في مصر. طبعا دكتور عمرو محب عايزين بس نديله كل التحيه، وحشنا كمان طبعا، كان مترجم الاول للفريق الاول، مدير الفني الموسيماني والفترات قبل كده، فيعني جميل برضو ان الواحد يشوفه في مركز محترم زي كده. اكيد. ابتدينا عملنا شبك وعواميد حديد، وابتدينا ننزل مراكز شباب ونحاول نعرفهم اللعبه. طبعا الموضوع بالنسبه لهم جديد، هو ايه ده. وبعدين انضم معانا كابتن هاني نبيل، وابتدينا نتواصل مع الاتحادات بره. وعلى 2016 طلعنا اول كاس عالم في انجلترا، ودي كانت اصعب فتره في حياتنا يعني في اللعبه، لان احنا طالعين بنلعب مثلا هنا بكور كبيره قد كده على ملاعب رمل، هناك لقينا بقى صاله مغطاه. هو اصلا كمان انجلترا البلد النشأة زي ما انا عارفه للعبه دي. بالظبط. فكان في فرق شويه، فرق كبير في كل حاجه. هم بيلعبوا في الجامعه وجاهزين وعندهم فرق، واحنا يعني لسه بنشوف اللعبه بتتلعب ازاي اوفيشال يعني. طيب ايه اللي حببكم في فكره برضو ان هي تدخل يعني عندنا مصر؟ احنا انا عارفه برضو ان هي من 2012، بس يعني ايه الفكره؟ ايه السبب ان تدخل عندنا الدوتش بول مصر؟ يعني هو احنا كنا بنلعب الرياضه دي زي ما جو قال، بنلعب بقالنا فتره كبيره للرياضه دي. كنا بنلعبها في معسكرات رياضيه. اللي حببنا فيها ان احنا كنا بنحبها ان هي رياضه جماعيه، كنا الناس بتتجمع فيها بنلعب مع بعض، فكانت رياضه ممتعه ان احنا بنلعبها. بس لما عرفنا ان في كاس عالم 2016 فابتدينا، طب ليه يا جماعه ما تيجي نروح نجرب نلعب الرياضه دي. احنا طبعا اول ما رحنا كنا اول مره نمسك كوره الدوتش بول الاوفيشال، الكوره اللي احنا بنلعب بيها، كنا بنلعب كور صغيره قوي، فكانت زي ما جو قال كانت صدمه علينا رهيبه يعني. بس اللي حببنا اكتر واكتر اكتر ان لقينا ان في كومبيتيشن، لقينا في ناس عالميه بتلعب الرياضه دي، ان هو لا دي رياضه يعني، في ناس واخدين الرياضه دي يعني دي كاس عالم، ودي رياضه مهمه جدا في حياتهم. فلما رجعنا من 2016 احنا طبعا 2016 كانت صدمه كبيره زي ما جو قال يعني. بس فلما رجعنا كل اللي سافروا قالوا لا احنا عايزين نعمل حاجه للرياضه دي. ودي كانت نقطه التحول ما بين ان احنا كنا بنلعبها هواه او على المستوى حاجه هواه. بالظبط. بعد كده رولز بقى واحتراف وبتاع. بس فتره قليله بنتكلم ان احنا فزنا بكاس العالم يعني، برضو لو من 2012 بعد كده انت قررت من 2016 تشارك، ده انجاز الى حد كبير برضو، مش حاجه سهله. بتكلم في 8 دول على مستوى القارات كلها تشارك، ومجهود كبير جدا يعني. احنا طلعنا انجلترا وبعدين رجعنا عملنا دوري عشان ناخد عدد اكبر ونعرف الناس اللعبه، وعملنا بطوله افريقيا في مصر، وبعدين سافرنا امريكا لعبنا كاس عالم تاني، طلعنا من اخر فريق للمركز الخامس، النهارده طلعين الاول. ففي مجهود الناس والشباب اللي معانا بصراحه يعني، لا والمدرب الناشئين اللي معانا برضو، صح ولا غلط؟ اعتقد ممكن يبقى في تصليح، هو يعني هنا لعيب في الاصل لعيب. ما بتدربش اصلا دلوقتي؟ لا حاليا لا. اوكي. طب انا عايز اسالكم على حاجه برضو، ازاي قدرتوا تفهموا الرولز قوي وبالسرعه دي تلقنوها للشباب الصغير؟ وانا اللي عرفته كمان واحنا بنتكلم قبل الهوا ان هي اللعبه الميزه فيها ان اي اعمار ممكن تشارك، يعني مش لازم ابدا من وانا صغيره علشان احترف، لا ممكن حتى لو سن كبير يفهم اللعبه على طول ويحترف. فدي برضو نقطه اعتقد حلوه. احنا التركيز بتاعنا اكتر بعد ما سافرنا، قلنا علشان نجهز ناس تقدر تنافس ابتدينا نشتغل على السن الصغير. فابتدينا نمرن الشباب اللي هم من تحت 15 سنه وتحت 12 سنه، وبالتالي احنا كده كده عاملين دوري للكبار. فده اللي خلانا نركز ان احنا في خلال كام سنه نقدر يبقى عندنا فرق تنافس بقوه وتاخد الصداره. فاحنا تارجتنا للشباب الصغيرين واشتغلنا عليهم، ادينا لهم مجهود جامد جدا. الشباب اللي سافرت معانا انجلترا وامريكا كان ليهم دور كبير جدا جدا في ان هم ينقلوا الخبره بتاعتهم للشباب الصغير،
النهارده في البطوله الفرق الصغيره بتاعتنا اللي تحت 15 واللي تحت 21 يعني عاملين مباريات عاليه جدا. في جماهيريه بقى، في ناس بتحضر من وقت كمان ما ستيفان كنت بتلعب. يعني هو في الوقت اللي هو من 2016 لغايه دلوقتي هو الناس اللي بتشجعنا هو الناس القريبه مننا واصحابنا اللي احنا بنحاول نوصل لهم يا جماعه تعالوا العبوا معانا. لو الانتراج بتاعك دلوقتي بقى بعد كاس العالم، قبل كاس العالم لما يبقى كان في ناس بنتكلم وان كان في كاس عالم فالناس كلها متحمسه، يعني الاكاديميات جابت ناس كتير قوي. الاكاديميات معظمها هي الاندر 15 واندر 21 فده خلى ان الناس تخش اللعبه كتير. بعد كاس العالم انا متوقع ان الناس كتير قوي هتبقى حابه ان هي تشارك في الرياضه دي، ان هم شايفين ان مصر بطل عالم بالزبط. يعني فان شاء الله كاس العالم جاي لازم نحافظ على طب ده. التغطيه الاعلاميه هناك كان اخبارها ايه؟ يعني كانوا بيغطوا كاس العالم دلوقتي خصوصا ان مصر هي اللي فازت باللقب بصراحه ما تترددش يعني قول لو غير كافيه لان دي تبقى رساله من خلال برنامج الناس بتتفرج نبتدي نركز يا جماعه احنا فزنا ببطوله على فكره بطوله عالم دي مش اي حاجه. انا مش هقدر اقول ان هي غير كافيه لكن اقدر اقول كانت محتاجه اهتمام اكتر. اوكي برسالة وصل برضه هي هي يعني هي محتاجه اهتمام اكتر. واحنا على الجمهور لا يعني لو الشاشات جابت الجمهور انا فعلا ادركت يعني ايه جمهور بره بيشجع بيرهب الفرق اللي قدامنا. يعني انا دايما ممكن ابقى قاعد بشجع في الاستاد لكن مش عارف ده مفعوله ايه في الملعب. ايوه صح. لما انا كنت في الملعب مع الفريق بتاعي في الفاينل لا عرفت يعني ايه جمهور بيشجع بره طول الوقت. يعني احنا في الفاينل تحت 21 سنه الشوط الاولاني خارجين 10-2 خسرانين 10-2 الجمهور بره يعني كان بيرج المدرج. احنا الشوط الثاني طلعنا 16-12 واو فلا كان في تواجد جمهوري في الفاينلز بشكل ايجابي جدا وكويس جدا وعملوا بصراحه شغل كويس جدا 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 معانا. حلو قوي. طيب ستيفان برضو احكي لي عن فكره هنا التجربه بتاعتك كلاعب واللي جاي. انت دلوقتي ما بتمرنش، هل ناوي تمرن؟ هل زي ما كان يعني جو بيتكلم ان احنا ننقل الخبرات حتى لو في الخارج او الخبرات الموجوده محليا اللي شاركت قبل كده؟ طيب هو انا من 2016 لما سافرت طبعا مجهود شخصي من كل واحد من 2016 سافر لكل اللعيبه اللي كانت سافرت. انا كنت جايه للنقطه دي على فكره كانت ده السؤال الجاي. ما هو فكره هنا هل في صرف بيحصل ولا احنا كلنا مجهود ذاتي؟ لان دي نقطه هنجي لها دلوقتي. لا هو يعني كله كان مجهود ذاتي وده مش حلو على فكره في 2016 ان كل واحد لما رجع من الكاس عالم كان كل واحد جمع 9 أو 8 من اصحابه وعملنا فرقه ونزلنا الدوري فده اللي ابتدى يخلي الدنيا يعني انتوا اللي بتنقوا بعض كمان مش ده حقيقة. بس يعني كان كل فرقه في الدوري كان بيعمل زي تراي اوتس ان الناس تيجي تجرب الرياضه في الفرقه اللي هي بتتعمل واحسن ناس بيعمل لهم تقييمات يعني بالظبط. وانا كان واحد يعني انا عندي فرقه بتاعتي فكنت دايما بنقي الناس لغايه لما يعني كل الناس عامه كل بتوع 2016 كان عندهم مجهود جبار ان هم يوصلوا ان الدوري وصل ان عندنا 23 فرقه في الولاد كويس جدا فده كان البيك بتاعنا يعني فالموضوع بالنسبه لنا هو ماشي جرادولي بس جرادولي في الطريق السليم خلينا نقولها بالشكل ده بالظبط. طب قبل بقى ما نروح فاصل النقطه اللي كنت بسال فيها المجهود الذاتي ده ممكن يبقى على المستويات الاولى او في السنين الاولى لكن بعد كده لما اتكلم ان انا عندي رياضه جابت لي كاس عالم يبقى لازم من هنا يبقى في وقفه قبلها وبعدها. هل دي موجودة؟ هل في يعني اتصال أو تواصل كان مع الجهات المختلفة منها طبعا الشباب الرياضي في اتحاد؟ خلينا نعرف برضو عشان أكيد مجهود ذاتي اللعيبة تصرف على نفسها وهي بتلعب باسم مصر مش أفضل شيء يعني. احنا في الحتة دي شغالين يعني كإداريا وورقيا دكتور عمرو بيتواصل مع الوزارة ومشي في الإجراءات بتاعتنا ويعني احنا في البروسس يعني احنا حاليا ده عشان يبقى في اتحاد احنا في البروسيس ان احنا ان شاء الله يعني في خلال وقت قريب مفروض يبقى الاتحاد بيشهر احنا ماشيين في البروسيس بتاعتنا يعني ف وهل ما ينفعش يبقى في دعم الا لما يبقى في اتحاد؟ يعني ما ينفعش دي تبقى سابقه لدي خصوصا ان انت داخل بطوله كاس عالم اوريدي؟ يعني ما ينفعش. اوكي ما ينفعش يعني السفريات والحاجات دي كلها كانت على حساب كله على حساب اللعيبه. طب افرض اللاعب تعثر مثلا ما عندوش من الامكانيات اللي تسمح له السفريات يعني في اوقات يعني احنا اللعيبه برضو يعني في اوقات بيحصل مشاكل في لعيبه مش بتبقى قادره تكمل واحنا بنكلم بعض اذا جروب
فاحنا في اوقات بنعمل سبورت لبعض، ممكن يبقى انا مش عارف اكمل الفلوس، فممكن كابتن ستيف وكابتن متري وكابتن هاني بنجمع يا جماعه طب احنا محتاجين كذا، فبنسبورت بعض. فيعني احنا بنحاول بقدر الامكان نطلع باحسن نتيجه، وده مجهود كبير. انا احب اقول لكل الناس بصراحه، الناس اللي سافرت معانا في انجلترا 2016 اللي احنا وصلنا له النهارده فضل كبير يرجع لهم، هم يشتغلوا على الفرق، بيشتغلوا في الدوري بتاعنا، بيدوا سبورت للعيبه الجداد. مدربين المنتخب واخدين كورسات ولعبوا وتمرنوا ولعبوا بطولات، لكن المجهود الكبير بصراحه بيبقى عائد على المجهود اللعيبه اللي سافرت انجلترا وابتدت تنشر الموضوع وسط الشباب. طب قبل ما نطلع فاصل وهنرجع، بس عندي سؤال، بعد ما فزتوا بكاس العالم في اي مقابل لده ولا حتى تكريم ميداليات؟ حصل السكوت ده؟ لا في يعني في ميداليات طبعا، يعني في ميداليات اتقدمت وكاس وكل حاجه، بس كل ده برضو انتوا اللي جايبينه بالظبط كده. لا ده الموضوع عايز وقفه بقى، هنروح فاصل ونرجع نشوف الموضوع ده. ولا وعايز متابعه بعد الحلقه بصراحه، يعني وجود حضراتكم هنا معانا دي طبعا حاجه كويسه جدا، تسليط الضوء، احنا ناس كتيره جدا بتتابع، لكن احنا محتاجين وقفه هنا لان دي نقطه لازم يبقى فيها كلام. فاصل ونرجع نكمل. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، واكيد برحب باستيفان وجود ضيوفنا، وبنتكلم عن الدوتش بول، وشرحنا ايه هي الدوتش بول ودخلت مصر امتى، واتكلمنا ان هو رغم ان ما بقاش سنين او سنوات كتيره في مصر، لكن قدرنا ان احنا نحصل على كاس العالم 2022. لسه منتهيه البطوله دي امبارح، 8 دول مختلفه كانت بتشارك من تمثل القارات، يعني مختلف القارات زي ما بيتقال، ولسه قدامنا يعني نقاط، بس هنحاول نلمها لان فاضل 5 دقائق. اوكي خلينا نبدا بقى. اولا فكره هنا ان انا عايز انشر اللعبه، عايز اللعبه يبقى ليها شعبيه اكتر، فانا لازم ادخل على الاساس هنا النوادي والمدارس، طالما انتوا بتدوروا على ناشئين ده في البلان دلوقتي، ده بيتم على الارض دلوقتي، خلينا برضو نعرف منكم. احنا حاليا بنتواصل، بنحاول ندخل المدارس، واوريدي في مدارس دخلنا وابتدينا نعمل لهم تمارين للشباب، وفي الخط التاني شغالين برضو بنحاول نتواصل مع النوادي وهنبعت لهم خطابات، وان شاء الله يعني يبقى في استجابة. كويس جدا، دي بداية حلوة لان انا عايز انشر اللعبة دي، خصوصا ان انا متألق فيها، هي مش لعبة وخلاص، لا مصر حققت فيها كاس العالم، فدي زي ما تقال لعبة بوتنشل فيها كويس مزبوط. جدا مزبوط. طيب استيفان، برضو من حكم خبرتك كلاعب، هل لازم سنين طويلة علشان اقدر اعمل ناشئ ناجح او مثلا بطل في الرياضة دي، ولا هي الرولز بتاعتها مش محتاجة ده قوي زي رياضات مختلفة؟ لا هي بصراحة عشان نوصل للمرحلة اللي احنا وصلنا لها ان احنا ناخد كاس العالم، دي اخذت مننا 4 سنين، من 2018 لما سافرنا كنا متوقعين ان احنا ممكن نبقى احسن من كده، بس زي ما جو قال اخذنا مركز الخامس في الاولاد، بس ان احنا وصلنا من 2018 لاربع سنين 2022 بطوله كاس العالم اخذناها، لا دي اخذت وقت طويل ومجهود طبعًا. ناس كتير قوي، يعني انا عايز اشجع كل الناس اللي كانت بتلعب في المنتخبات، يعني عندنا من تحت 15 لتحت 21، عندكم رجال وسيدات ومختلط بالظبط كلهم. مين المتالق اكتر بصراحه؟ كلنا، انا مش هقدر اقول ان احنا كله عمل اللي عليه وزياده بصراحه، يعني كل اللعيبه. مين محقق اكتر ميداليات؟ هو احنا خدنا مركز اول ولاد، وخدنا بنات، وخدنا ميكس اول، كله مركز اول، كله اندر 21 خدنا اول، واندر 15 خدنا اول. واو. بس اللي هم اللي انا شايف ان هم هيطلعوا يعني اقوياء جدا الاندر 15، الماتشات بتاعتهم هم عشان خدوا التكنيك وهم صغيرين، يعني احنا لمجرد رحنا كاس عالم ورجعنا، فالشباب اللي في سننا خدوا شويه اكسبيرينس، الشباب الصغير احنا بنأسسهم، ففي الملعب هم متوحشين، يعني هم مش بيلعبوا زينا، يعني هم في الملعب عناف جدا، هم نازلين ما بيهزروش، نازل اكسب، وما يعني صعبين، هم اقوياء جدا جدا. البطولة الجاية فين بقى؟ ايه اللي جاي؟ واتس نيكست زي ما بيتقال؟ البطولة الجاية المفروض في استراليا 2024، ده كان معمولة من الفوت، معمول من سنتين ان هي هتتعمل في استراليا ان شاء الله. وهنجهز لها من دلوقتي، وهنبتدي نشتغل على موضوع برضو التدعيم شوية، ولو المادي من قبل الجهات المختصة نحاول، يعني من خلال حتى النهاردة ان الرسالة توصل بإذن الله لأي مسؤول، انا متأكدة ان في مسؤولين كتيرة من الوزارة كمان بيتابعونا، نتمنى ده ان شاء الله. على كل حال انتم محققينه شيء محترم جدا،
وكل التوفيق ليكم. مبروك علينا، نتكلم حضراتكم في كاس العالم، مصر اخذت كاس العالم في هذه الرياضه بمجهود يعني شخصي وذاتي لناس قائمين على هذه الرياضه، فبجد لازم نكن ليهم كل الاحترام، والف مبروك علينا. ان شاء الله نتقابل مره ثانيه يبقى في تغيير كمان في فكره هنا الاتحاد والدعم اللي بيقدم ان شاء الله. نورتونا، شكرا ليك ستيفان، شكرا يا جو جدا. انتوا كنتوا بتشجعوا الارجنتين انتوا الاثنين صح؟ ده حقيقي. انا نفسي الاقي حد فرنسا زي، مفيش غيري انا استاذ محمد مهدي اللي كان معايا من شويه. بشكر حضراتكم جدا على متابعتنا، ومبروك مره كمان للناس اللي كانت بتشجع الارجنتين، الناس اللي كانت بتحب ميسي فشجعت الارجنتين بالتالي. يعني على كل حال كان المونديال اكثر من رائع، مبروك علينا قطر والتنظيم الاكثر من محترم بصراحه، حاجه فعلا فعلا يعني نتمنى ان هي تقرر مره ثانيه في دوله عربيه اخرى منها باذن الله مصر. شوف حضراتكم بكره ان شاء الله حلقة جديدة أنا وكريم، 10 الصبح في الأهلي. مع السلامة.